وقبل أن أبدأ لدي بعض التعليقات حول تنظيم العملية التمهيدية وعملية الإعداد. نحن نتعامل بكل جدية مع مجموعة العمل الخاصة بعملية الإعداد في إطار منتدى الحوكمة. ربما تعرفون أن ولاية المنتدى قد قررت أن ترسي مجموعة عمل لدراسة التحسينات التي يمكن إدخالها. ومن بين هذه التحسينات هو أنه يجب خلال كل جلسة أن يتم التركيز على قضية من القضايا المتعلقة بالسياسات. والسادة المسؤولون عن تنظيم هذه الجلسة ولا سيما أوريات، حيث أنني أريد أن أقر وأعترف بجهودها، قامت بتنظيم جلسات العمل البؤرية، وهناك عدد من القضايا الموجودة على الموقع الإلكتروني، وأطلب من الأمانة أن تضعها على الشاشة، ويمكن النظر إلى الشاشة أو إلى أجهزة الحاسوب. هذا لا يعني بالمرة أن الجلسة المطلوب منها أن تجيب على كل تلك الأسئلة، ولكن على الأقل سنحاول قدر الإمكان أن نقدم إسهاماتنا في إطار محاولة الرد على هذه الأسئلة. الكثير من النقاش سيتم توضيحه في الغد، حيث لدينا جدول عمل في الساعة 8:30 صباحا حتى 9 صباحا حول الرقابة والرقابة المضادة على شبكة الإنترنت. وهذه هي الأسئلة التي سنناقشها، ولكننا أدخلنا الجلسة التالية صباح الغد حتى يكون هناك مزيد من المداخلات والمناقشات من السادة المهتمين. بهذا أنقل الكلمة إلى زميلي المسؤول عن اللجنة الاستشارية لأصحاب المصالح المتعددين. شكرا لك يا ماركوس. مساء الخير سيداتي سادتي. الآن نستأنف عملنا وأعلن افتتاح جلسة العمل حول انفتاح حقوق الإنسان والتدفق الحر للمعلومات وحرية التعبير. في الوقت الحالي أنا موجود لأحل محل الدكتور أسبن سنوا المدير العام لحقوق الإنسان ووزير العدل، حيث لم يستطع الحضور نظرا لانشغاله، وطلب مني أن أرأس هذه الجلسة بالنيابة عنه. أتطلع لمناقشات مثمرة حول هذه القضية الهامة. فهذه الجلسة ستتحدث عن مراجعة الوضع الحالي التي تتعلق بحقوق الإنسان وتدفق الحر للمعلومات وحرية التعبير عبر شبكة الإنترنت، وسنضع على الشاشة الكثير من الأمور التي تم مناقشتها في عدد من الجلسات السابقة لهذه الجلسة. ثم سنناقش بعض القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والإنترنت وكيفية التوصل إلى نقاط خاصة متفق عليها ونقاط أخرى نتحاور بشأنها. بعد ذلك المتحدثون سيشاطرون الحضور في خبراتهم فيما يتعلق بقضايا الاعتراض عبر شبكة الإنترنت، وأنا بصورة شخصية أتطلع للتعلم من كل هذه الخبرات المختلفة. فنبدأ من نقطة واحدة، ألا وهي الإقرار بأن نظام الإنترنت قد أثر بصورة كبيرة على حيوات العالم برمته في قضايا الحالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وغيرها. إن هناك ثورة غير مسبوقة في مجال الاتصالات وأتت بتبعات على حياتنا اليومية، طريقة حياتنا، طريقة أداء الأعمال، حتى على طريقة تقديم الحكومات لخدماتها للمواطنين. ثم بعد ذلك حدثت ثورات أخرى في مجال التقنيات وأثرت بصورة كبيرة على قضايا حقوق الإنسان. إن قضية حرية التعبير تكتسب أهمية، حيث أصبحت شبكة الإنترنت أداة هامة ليس فقط لتحقيق حقوق الإنسان أو الإسراع في تطوير البشر، مما جعل قضية حقوق الإنسان قضية هامة. ومن منظور حقوق الإنسان العالمية يكفينا أن نقول أن حرية التعبير، حرية
آراء المنصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة دعم تلك الحريات. ومن أجل التأكيد على هذه الحريات، فإن هناك الكثير من صكوك الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان مثل العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية تؤكد على هذا الحر، الاتفاقية المعنية بحقوق الطفل واتفاقية السيداو أو اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. الدول التي صدقت أو انضمت إلى هذه الصكوك الدولية تؤكد على احترام حقوق الإنسان، ثم بعد ذلك بدأ تطوير مفهوم حماية حقوق الإنسان واحترامها بما في ذلك حرية التعبير في كل المناطق الدولية. وهناك أكثر من 240 مليار نسمة عفوا 340 مليون نسمة في آسيا و 15 ألف جزيرة وعدد متزايد من مستخدمي شبكة الإنترنت قد جعلنا نولي أهمية كبيرة لشبكة الإنترنت. ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي شبكة الإنترنت بحلول عام 2013 إلى نحو 14.39% زيادة عما كان عليه العدد فيما مضى أو 63 مليون مستخدم. ومستخدمي شبكة الإنترنت في إندونيسيا يؤثرون على وسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى مثل الفيسبوك والمدونات أو البلوغز. وهناك أكثر من 20 مليون حساب للتويتر أو للتغريدات فضلا عن 50 مليون حساب على موقع الفيسبوك. وبهذه الإحصاءات معناها أن إندونيسيا دولة ناشطة في مجال الإنترنت وحرية التعبير. كل ذلك قد انعكس في إدراج حرية التعبير في دستور إندونيسيا، ولا سيما من خلال التعديل الثاني الذي تم تبنيه في عام 2001. والمادة 28 هاء من الدستور تنص على حرية التعبير بوصفها حقا متأصلا لكافة المواطنين في دولة إندونيسيا، بينما المادة 28 زاي تؤكد على أهمية الحصول على المعلومات من أجل التطور الإنساني والبشري والنفسي. ثم بعد ذلك يوجد عدد من الأحكام والمواد الأخرى الواردة في الدستور التي تركز وتؤكد على احترام حرية التعبير. إن الدستور يعتبر أبو القوانين الذي يتعين على جميع المواطنين احترامه، ومن ثم فإن النص على الدستور على حرية التعبير يبين مدى التزام الدولة لذلك. لا أريد أن أخدعكم وأن تظنوا أن الحياة وردية في دولتي، فنحن مثلنا في ذلك مثل دول أخرى، لدينا عدد من المعوقات ولدينا مشاكل تتعلق بإنفاذ القوانين فضلا عن سوء الفهم والثقافة السائدة في المجتمع. ولكننا نرى أن حرية التعبير يجب أن تظل حرية محمية على كافة الأصعدة والمستويات. إن بناء القدرات والتثقيف العام تشكلان رسالة كبيرة تسعى إندونيسيا من أجل تحقيقهما. ونحن نرى أن حرية التعبير تعتبر دعامة رئيسة لحماية الديمقراطية، ثم نؤكد على استخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والاعتماد على شبكة الإنترنت من أجل تقديم الخدمات العامة. إن عملية التحول تستغرق وقتا، ولكننا نسعى من أجل التأكد من الحوكمة في كافة المجالات. أما فيما يتعلق بالمساءلة فإن كل وحدات الحكومة يتعين عليها أن تضع موقعا إلكترونيا وأن تضع المعلومات من أجل عرضها على الجماهير، ويتم ذلك طبقا للمعايير العامة التي صدرت عام 2010. ولكن نرى أنه في
المعيار الخاص بتقنيات الإنترنت فإن إندونيسيا لا تتبوأ مكانة مرتفعة، ومن أجل تخطي هذه العقبة تبذل الحكومة الإندونيسية جهودا حثيثة. وفي التقرير العالمي الخاص بمحو الأمنية فإن إندونيسيا تأتي في المركز 97، وبالرغم من تحسن مرتبة إندونيسيا على هذا المؤشر إلا أننا بحاجة إلى مزيد من الجهود حتى نضمن الشفافية والمساءلة والمسؤولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة. وأخيرا سيداتي سادتي، يحدوني كل الأمل في أن تسفر المناقشات والتفاعل اليوم عن تفهم أفضل ودعم لمجتمع الإنترنت بغية حماية حقوق الإنسان برمتها ولا سيما حرية التعبير. في إطار مناقشتنا سنشير إلى قمة المعلوماتية التي انعقدت في تونس عام 2005 وجدول أعمال مجتمع المعلوماتية الذي نص من بين بنوده على حرية التعبير وحقوق الإنسان. الآن أود أن أقدم الميسرة لهذه الجلسة. أولا السيدة أنجا بوفاكس على يساري من مشروع ديمقراطية الإنترنت، والسيد يوهان ألنبو من وزارة الخارجية بستوكهولم ومشروع اي بي سي. بعد ذلك أعطي الميكروفون للسادة ميسري هذه الجلسة. شكرا لك جزيلا للسيد جيومونو. سأقف أمامكم. أعرف أن هذه القاعة كبيرة للغاية، ولكننا نحاول أن نقيم مناقشة تفاعلية. أشجع السادة الموجودين في الخلف أن يأتوا إلى المقدمة، يوجد الكثير والكثير من المقاعد الشاغرة في الأمام، فأرجو أن تأتوا وتتقدموا إلى الأمام. ستجدون ماكينة لصنع القهوة تحت المقاعد الأمامية. أشجعكم على التحرك إلى المقدمة من أجل الاستفادة بماكينة الإكسبريسو. اسمي أنيا كوفرت وأعمل في مشروع ديمقراطية الإنترنت في الهند، وسأساعد زميلي من الحكومة السويدية في إدارة هذه الجلسة. لدينا أيضا المقرر من مشروع الاي بي سي، ولدينا مسؤول من الحكومة السويدية. وأشجعكم على أن تقوموا بوضع تغريداتكم عبر مواقع التويتر، لأن المسؤول الأخير هو الذي يجمع التغريدات ويقدمها لنا. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة التي أصفها بأنها جلسة تاريخية. منذ سنوات طويلة كان هناك عدد كبير من الأشخاص الذين عملوا من أجل أن يكون هناك جلسة مخصصة لحقوق الإنسان في إطار منتدى حوكمة الإنترنت، وأخيرا حدث هذا. نرى الكثير من العلامات والأحداث البارزة التي وقعت خلال السنوات الأخيرة الماضية. مثلا المقرر الخاص بالحرية عبر شبكة الإنترنت والتي يجب أن ينظر إليها بوصفها حقا متأصلا من حقوق الإنسان تعتبر من الإنجازات. كما نرى أن هناك الكثير من التحديات، مثلا الرقابة عبر شبكة الإنترنت كانت من بين المعوقات، ومما لا شك فيه أن كل ذلك سيلقي بتبعاته وبظلاله على هذه الجلسة. ربما لا نريد أن نغطيها، ولكن هذه جلسة خاصة، وفي الغد في صباح الغد سيكون هناك جلسة مكرسة للرقابة عبر شبكة الإنترنت والرقابة المضادة. ولذلك أرجو أن يكون هناك نوع من التوازن بين القضايا التي سنناقشها اليوم وقضايا الرقابة في الغد. لدينا قائمة طويلة من الأشخاص الذين طلبوا الكلمة، فأرجو من هؤلاء الأشخاص الذين قدموا أسمائهم لأخذ الكلمة أن يرفعوا أيديهم حتى أتعرف عليهم. أرى أن هناك بعض الأشخاص الموجودين في خلف القاعة، أرجو على الأقل أن تتأكدوا من قربكم من مايكروفون وأن تتحركوا للاقتراب من الميكروفون عندما تأخذون الكلمة. بالرغم
من وجود عدد من السادة المتحدثين، نحن نريد من هذه الجلسة أن تكون تفاعلية، ولهذا السبب نطلب منكم ألا تزيد مداخلتكم عن 3 دقائق. وهناك زميلتي ستقدم ورقة صفراء، كارت أصفر إذا ما تجاوزتم الحد، ثم ورقة حمراء أو كارت أحمر، ده معناه أننا سنوقفكم في 10 ثواني. السبب في هذا هو أننا نريد الاستماع إلى كثير من المداخلات، نريد منكم الإيجاز ولكن الوضوح، نريد منكم أن تشاركون الآراء مع الآخرين، وهناك عدد كبير طلب الكلمة، وسنحاول أن تكون هذه الجلسة تفاعلية قدر الإمكان. أخيرا وليس آخرا، بالنسبة للموقع على التويتر HR#، حتى يمكن التفاعل معنا. هذا هو كل ما لدينا كبيانات استهلالية، فلنبدأ إذن الجلسة. Thank you very much, Anya. My name is Johan Hallenborg. اسمي يوهان هاليموغ، أعمل في وزارة الشؤون الخارجية بالسويد في ستوكهولم في إدارة القانون الدولي وحقوق الإنسان. نتعامل مع حقوق الإنسان ذات الصلة بالإنترنت وبرامج الحرية عبر شبكة الإنترنت. نبدأ هذه الجلسة بأن نستمع إلى منظور جهوي إقليمي الذي تطور خلال العامين الماضيين، ونطلب بعض التوضيحات من المناطق الستة حتى نستمع إلى منظور جهوي إقليمي، ونطلب منكم ذكر 3 قضايا رئيسة سواء كانت جيدة أو لا، تحديات أم قصص نجاح. اختاروا 3 موضوعات، 3 أشياء، 3 دقائق. إذن فلنبدأ الآن ونرى أين سننتهي. نبدأ بالمملكة المملكة المتحدة بريطانيا. أعتقد أنه من الصعب أن أبدأ هذه المناقشة. اسمي يوحاي وأنا مدير أكسس، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية حقوق الإنسان عبر شبكة الإنترنت. هناك الكثير مما يقال حما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، إذن هو في الولايات المتحدة الأمريكية أعتذر. ربما تعرفون الثورة والفضائح التي حدثت مؤخرا، ربما قد يكون من المرعب أن نعلم أن هناك مناقشات دائرة حول السرية وحماية السرية وغير ذلك، ولكن هناك عدد من النقاش الدائر في الوقت الحالي، وقد بدأنا أن هناك بعض التقدم والتطور الحادث على صعيد المجتمع الأمريكي. فمسألة حماية الحريات الشخصية قد حظى بمناقشات مكثفة، ثم هناك عدد كبير من المنظمات، وأؤكد لكم أن المنظمة التي أعمل فيها منظمة أكسس لها حضورها الكبير هنا في بالي، فضلا عن حضور كبير في دول أخرى. ولكن ما نفتقد إليه هو مزيد من الإيضاح. أحيانا ما نقول أن هناك ضغوط دولية تمارس، وهناك عدد كبير من الشركات الأمريكية التي تحتفظ بالمعلومات والبيانات، وهناك كثير من منصات الإنترنت، وهناك كثير من الوسائل الأخرى، وقامت شركة مايكروسوفت بوضع عدد من المواقع الإلكترونية، ولكن جميعها يهدف إلى مزيد من الشفافية والنفاذ إلى البيانات والمعلومات. ولذلك فنجد أن هناك بعض التحركات على الصعيد التشريعي، هناك تركيز كبير على مسألة وقضية الشفافية. أما فيما يتعلق بالإصلاحات فإن هناك عدة دعامات، ولكن نرى أنه
هناك تأكيد على مسألة الميتا ديتا أو بالأحرى البيانات الوصفية، وهي شرح لطريقة جمع البيانات وليس فقط وضع البيانات كما هي، حتى نؤكد على مزيد من الشفافية. شكرا جزيلا، لقد أوجزت وأوضحت. فلننتقل إلى آسيا ونستمع إلى جاتري. أنت مسؤول أو أنت مسؤولة عن جاتري أليس كذلك؟ نعم، أنا أمثل مجموعة بؤرية لوسائل الإعلام عبر شبكة الإنترنت، واسمحوا لي أن أتحدث عن مسألتين التي تثيران شواغلنا، إحداها تحدي والآخر قصة نجاح. الأول، هناك تبني لحقوق للإعلان حقوق الإنسان في سياق آسيوي، ولكن للأسف الشديد فإن الإعلان في حد ذاته لا يفي بالاحتياجات الدنيا مقارنة بالمقاييس الدولية، ومن بين تلك الحقوق التي تم تقويضها هو الحق حرية التعبير، ونجد أن الحق في التعبير جاء استنادا لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 باستثناء بعض البنود الأساسية التي تعتبر أمرا لازما. ولكن نؤكد على أن آسيا قد تبنى هذا الإعلان، ولكن بعد إزالة ومحو هذا الجزء، ونرى أن هناك الكثير من انتهاكات حقوق التعبير عبر شبكة الإنترنت، وفي بعض البلدان الموجودة داخل المنطقة نجد أن هناك ردة نحو مزيد من السياسات القمعية وقمع وكبت الرأي، وذلك نظرا لوجود فضاءات عبر شبكة الإنترنت للتعبير عن الآراء. رأينا سن للشوارع بما في ذلك تجريم وتأثيم لحرية التعبير عبر شبكة الإنترنت، هذا معناه أن هناك نكسة وردة بدلا من أن نتقدم إلى الأمام، ونرى أن هناك شواغل بالنسبة لوضع السياسات في جنوب شرق آسيا. وبالرغم من ذلك وبالرغم من أن هناك تشريعات سيئة يتم سنها، إلا على الصعيد الوردي نجد أن عدد من منظمات المجتمع المدني قد أصبحت ناشطة من أجل الدفاع على حقوق الإنسان وحرية التعبير، ورأينا أن هناك جماعات ناشطة من أجل وقف أي حكم زجري من المحكمة يؤدي إلى إيقاف الشخص الذي يعبر عن أرائه بحرية عبر شبكة الإنترنت. كما رأينا أن هناك وسائل إعلام عبر شبكة الإنترنت، ومن بين القضايا ذات الصلة هي الأخلاقيات. رأينا أن هناك انضباط ذاتي وتنظيم ذاتي لعدد من تلك المنظمات من أجل أن تحمي الحقوق والأخلاقيات عبر الشبكة. إذن هناك عملية تنظيم ذاتية. شكرا لك جزيلا على هذه المداخلة. ننتقل الآن إلى بيرتوني من الأرجنتين ونستمع إليه، تفضل. شكرا لك يا يوهانس. اسمي بيرتوني وأنا أستاذ للقانون في الأرجنتين، وأعمل في مجال حماية حقوق الإنسان وفي إطار جمعية للحفاظ على حرية التعبير داخل الجامعات. هناك الكثير من الزملاء من أمريكا اللاتينية الموجودين معنا في القاعة، وربما يزيدون أو يستكملون ما أقوله الآن. هناك ثلاث قضايا رئيسة أتحدث عنها لمدة 3 دقائق، وهذا أمر صعب للغاية بالنسبة لشخص قادم من أمريكا اللاتينية. هناك عدد من القوانين التي تحمي حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني. خلال العام الماضي بدأت قوانين في هذا الصدد تشرع، وفي هذا العام وجدنا أن عدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية قد سنت قوانين للجريمة الإلكترونية أو الجريمة عبر شبكة الإنترنت. معظم هذه القوانين غامضة، لم يتم صياغتها بصورة واضحة، وهذا قد يخلق مشاكل خاصة بالحرية، حرية التعبير والخصوصية. أما بالنسبة للرقابة عبر الإنترنت فأرى أن هناك مشكلة خاصة بالمسؤولية الوسيطة، ثم يوجد أيضا بعض القوانين الخاصة
دعارة الأطفال عبر شبكة الإنترنت، أو على الأقل استخدام صور إباحية للأطفال عبر شبكة الإنترنت، بحيث يتم تجريم كل ذلك عبر الشبكة. ولدينا بعض الأمثلة الموجودة في الأرجنتين. أما بالنسبة للمسؤولية للشركات الوسيطة أو لمقدمة الخدمة، فرأينا عدد من القوانين، وفي البيرو هناك مشروعات قوانين قد قدمت في هذا الصدد. ورأينا أن رئيس جوجل قد تم احتجازه نظرا لمسؤولياته التضامنية. وأخيرا بالنسبة للمسألة السرية، فهناك عدد متزايد من البلدان يتجه نحو حماية البيانات الشخصية، والمشكلة الأخرى تتعلق بالرقابة. وقوانين الحماية يتم مناقشتها في الوقت الحالي في تشيلي والبرازيل وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، وسيكون هناك تعقيدات إذا لم يتم صياغة تلك القوانين بصورة واضحة. وبالنسبة لنظام الرقابة، فهناك عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، الإكوادور والبرازيل وغيرها، بدأوا في تطبيق نظام الرقابة عبر شبكة الإنترنت، مما ينتهك من الخصوصية. شكرا لك. ممتاز. To Africa and turn to Fatla Adams from the South African Human Rights Commission. Please, the floor is yours. Thank you so much. Hi, good afternoon. As mentioned, I'm Fadla Adams from the South African Human Rights Commission, but I'll be speaking to Africa as a whole, as the continent. But before my 3 minutes formally commence, I just want to throw to the floor, and earlier this week in our Day Zero human rights discussion, we were asked to remember the first time that we engaged online, that we assembled or associated online. And that led me to thinking within the African context. And I want you to take a few seconds as I go through the 3 points on Africa to think about the first time you switched on a light and bam, there was electricity. The first time you opened a tap and water came running out. I'll take it one step further. The first time you flushed a toilet. Now that's what we face in Africa. And I'm not saying it's all doom and gloom, but that's the reality of the African context. So take a moment that whilst we can, many of us remember our first online experience, many people, the most vulnerable, the poorest of the poor that we find in Africa, have never experienced the luxuries that we take for granted, something as basic as flushing a toilet, which is, we have several reports speaking to this, even within South Africa, surprisingly. But I'll go on, and whilst you digest that bombshell, to speak about the main challenges in Africa. And I think that there's been a lot of discussion over the last few days about human rights, about access, about privacy, about security, about freedom of expression, and that all finds application within the African context. But we must understand the great disparity within Africa between rich and poor, and I think very importantly look at it from a rights-based perspective. And I've gotten into debates with the technical people because, yeah, rights and technology, and often it's trying to find that middle road where we both speak the same language. But the question begs is, do we then prioritize in Africa access? Do we prioritize أولوية للأمان للخصوصية؟ هل نضع أولوية للخدمات الأساسية أم نستخدم الإنترنت كمنصة لكي نمكن الحقوق الأخرى؟ إذا ما ذهبت إلى مجتمع تطلب منهم هل تريدون الإنترنت أم الكهرباء؟ يقولوا الكهرباء، ولكن نقول أن هناك أيضا بعض مدرة التعليم، وأقول أن قاتلات أولا النفاذ والوصول إلى الإنترنت، سواء من ناحية البنية التحتية والمعدات والنفاذ للفئات المهمشة، الفئات المستضعفة مثل المرأة والأطفال الذين يتعرضون إلى تمييز شديد، وأيضا الأمان تعد تحديا كبيرا في أفريقيا. عندما أتحدث عن هؤلاء الأكثر تقدما فيما يتصل بالتكنولوجيا والحصول عليها، هنا تم حد من بعض حريات الإنترنت، ولكن بمعنى أن هناك بطاقة شفراء والتنمية التشريعية التي تسمح للمزيد من الحريات أو تقيدها. ولكن النقطتان الأخيرتان أريد أقولها للجانب المضيء في أفريقيا، أن أفريقيا
دسمت حملة للتدبيب عن بعد في شرق أفريقيا وأيضا في جنوب أفريقيا، وذلك بمنصة متحركة التي يمكن أن تعرف من خلالها عن شغلك. شكرا جزيلا. لي أعطي الكلمة للسيد لي هيبارت ليعطينا فكرة عن أوروبا. علينا أن نضع في الأذهان عندما نفكر في حقوق الإنسان بصفة عامة، منذ حوالي 60 عاما مضت بسبب سوء استخدام، وهناك أيضا العقود والمعاهدات والإعلانات حتى لا تتكرر هذه التجارب مرة أخرى. إذا نقطتي الأولى، نحن نتحدث عن الثقة، بناء الثقة بين الحكومة وبين الشركات. إذا وفي هذا السياق الجميع يقول أن مسألة الرقابة أو المراقبة المشروعة ونفخ السفارة، وأيضا حدثت مناقشة كبيرة حول الخيانة، من الذي يراقب الساعة ومن الذي يقوم بالرقابة؟ هل القوانين عريضة وواسعة؟ هل غامضة؟ وهل نستطيع أن نثق بأولئك الأشخاص الذين يقومون بالمراقبة؟ وأيضا حقوق الإنسان التي ينبغي أن ينص على حماية حقوق الإنسان، سواء كنت تستخدم شبكة الإنترنت أم لا. نقطتي الأخيرة الخاصة بحق تقرير المصير، ما الذي تفعله على الإنترنت؟ وجروشناي ذكر في أحد الوثائق أن الجميع في المنتصف، القدرة على أخذ بالباب البيانات، والمسألة الآن هي الموافقة في أوروبا. ما هو الموافقة المطلقة الصريحة؟ وكيف تسرير الأمور؟ وما هي أوجه العلاجات الفعالة في هذا الإطار إذا ما كان هناك أي جانب خطأ؟ إذن الخدمات ومنوعية الخدمات والقانون المتعلق بها، ثم بعد ذلك حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات، أعتقد أنها من الأمور الهامة. وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا خطاب الكراهية، وأيضا بعض البلدان تنظر إلى أعمال التي تشوه من سمعة الآخرين، وأيضا تعريف ما هي الجرائم. إذا فأعتقد أن عملية الحماية المناسبة، وهل هناك من المحاكم التي يمكن أن تأخذ هذا في الاعتبار بدرجة كافية؟ إذا مسألة النفاذ إلى المعلومات ينقلني إلى نقطة بالغة الأهمية لمحكمة حقوق الإنسان، الذي قال أننا لا يمكن أن نفرض دائما التعتيم إذا ما حدث أي انتهاك. هناك القضية الأولى أنه يمكن انتهاك الحقوق على الإنترنت. ونقطتي الأخيرة هي المناقشة الخاصة بالحيادية، وهي مناقشة تقنية تماما. السؤال، هل نريد من الإنترنت أن تكون مركزا تجاريا للتبضع الذي لا يقدم أي حرية وانفتاح، ولا تقدم أي ملعب متساوي للناس وللخدمات؟ سنعود إلى هذه القضية فيما بعد. والآن معاذ من شمال أفريقيا، من منظوري شمال أفريقيا، وأرى أيضا الشرق الأوسط. لك الكلمة معاذ، أرجو أن تقدم نفسك. Thank you. Yeah. Thank you, Johan. شكرا يوهان. سأتحدث عن الوضع في تونس، الموقف في تونس لديه الكثير في السنوات الأخيرة. تعلمون أن
بخلاف ما كنا نقوم به إلا أن هناك تنظيم جيد للغاية. إن الحكومة تطلع إلى وجود قانون للجريمة الإلكترونية، مشروع القانون الذي تم إعداده قبل اندلاع الثورة إذن كان شيئا للغاية، لأنه في هذه المشودة قالوا أنها تستند إلى اتفاقية أو معاهدة بودابشت، ولكن في ذات الوقت نظرنا إلى هذه المعاهدة وجدنا أن هناك العديد من القضايا قد تم صياغتها قيد هذا المشروع. وبعد الثورة عملنا الكثير ولا يزال القانون قيد الصياغة، ولا أتوقع أنه سيتم نشره قريبا، وتعتقد أن الأمور وأن التغييرات لا تزال جارية، ولكنني أود أن أركز على أهمية هاتين المعاهدتين. من الأهمية بمكان أن يكون هناك فهم أفضل لهاتين الاتفاقتين للبلدان النامية، يمكن أن تستخدمهما كأساس، ولكن أيضا يمكن أن تستخدمها لموقف سيء مع كل احترامنا لحقوق الإنسان. أريد فقط أنه بينما نعمل مع زملاء في بلادي أن هناك قدر كبير من سوء الفهم لهاتين الاتفاقيتين والمعاهدتين. هناك الكثير الذي ينبغي أن يتم على أساس الحقوق الخصوصية وحقوق الإنسان، وأعتقد أن هذا شيء أود أن أبرزه في البداية. وأريد أيضا أن أبرز أمرا آخر، ألا وهو دور المجتمع. في واقع الأمر تعرفون جيدا أنه لا يوجد دستور ولا يوجد أي شيء، إذن فمن الأهمية بمكان أن نثير هذه القضايا داخل المجتمع. المجتمع هو الحاجز والحامي للحريات على الإنترنت، وتعرفون تماما الرقابة. إذا تم تعتيم أي شيء يمكن أن تسمع أصوات متناثرة هنا وهناك بانتشار المراقبة مرة أخرى والرقابة مرة أخرى. شكرا جزيلا لمعايش. هل أريد أن أشرح عندما قلت البطاقة الصفراء، هذا يعني أنك أمامك 30 ثانية، أما البطاقة الحمراء عندئذ يتم التوقف عن الحديث. أنا استخدمتها لك. شكرا جزيلا لمعاش، وأعرف أنك كنت تهتم اهتماما خاصا بتوفير التنمية التكنولوجية في بلادك. وقبل أن أعطي الكلمة لتعقيبين أو سؤالين، أود فقط أن أتحدث مع المضيف للاي جي اف السابع في العام الماضي لكي يتحدث عن التطورات التي حدثت في أذربيجان بالمقارنة بما حدث أو عن التطورات التي حدثت منذ العام المنصرم. الزميل من أذربيجان الذي طلب الكلمة، إذا كانوا قد غادروا القاعة، الآن نفتح الباب أمام مداخلتين، وهذا كشف حساب عريض وواسع لما حدث في هذه الحلبة. على الصعيد العالمي أرجو ألا تترددوا وأن تطرحوا ما لديكم من تعقيبات. هذه ليست المداخلة، ولكنني أردت فقط أن أتحدث عن الجريمة الإلكترونية. إن حكومات، أنا من باكستان، قالت إن هذا التشريع يستند إلى اتفاقية بودابشت، وهناك نص يتعلق بالجريمة الإلكترونية. وعندما قرأت الاتفاقية وجدت أن الأمر بعيدا تماما. نعم، لقد تم تضليلنا من جانب الحكومة، إذن عملية بناء القدرات لكي تتأكد من
المجتمع المدني والمجتمعات الأخرى تفهم جيدا ما هي اتفاقات بودابشت. أعتقد أن هذا سيؤثر كثيرا فهم المجتمعات للحقيقة. أعتقد هذه إضافة جيدة لأجزاء كثيرة من العالم ونوعية وجودة التشريعات التي يمكن أن تخرج بها الحكومات في إطار التطورات الإقليمية منذ العام الماضي. أنا عليا مشافي من إيران، أعمل مع الحملة الدولية لحقوق الإنسان. منذ العام الماضي أجرينا انتخابات رئاسية، ومن حسن الحظ أننا لدينا رئيس معتدل والذي وعد بأنه سيغير بعض الأمور المتعلقة بالإنترنت، بما في ذلك زيادة سرعة الإنترنت وأيضا السماح بعملية التواصل الاجتماعي. ونحن نتابع ما يتم ونذكره بوعوده، وأعتقد أن هذه فرصة طيبة، ومن ثم فإننا نشجع الحكومة الإيرانية على استضافة مؤتمرات مثل IGF في البلاد لكي ترى مدى التقدم الذي يمكن أن يحرز كذلك في البلاد. والآن الكلمة الأخيرة للزميل من أذربيجان السيد أمين لكي يعطينا بدأ كلمات عن التطورات التي حدثت منذ العام الماضي. أنا من أذربيجان، أصدقائي كانت أذربيجان الدولة المضيفة للIGF السابع، ولكن يؤسفني القول أنني ليس لدي أي أخبار جيدة لحرية الإنترنت في بلادي. حكومتنا قد غيرت القانون و قامت بإلقاء القبض على العديد، على 9 صحفيين هم في السجن، و3 من المدونين، وأيضا 2 من المدافعين عن حقوق الإنسان. أن الحكومة فقط لم تغير القانون، ولكن وهناك تشويه للصحافة أو الإعلام المطبوع وبث الراديو، ويمكن أن تتعرض للحبس لمدة 3 سنوات إذا كتبت أي ملحوظة على حسابك على الفيسبوك على سبيل المثال أو تويتر. إذن وصلت الحكومة غلق بعض مواقع الإنترنت التي توجه النقد، ولكن أعتقد أن لماذا قامت أذربيجان بالنكوث بعهدها أمام الIGF السابع وأمانته، ولكن أقول إذا لا يزال هناك رقابة كبيرة واسعة، ولكن أعتقد أننا نقوم بمراقبة ما يحدث وأن نتقدم ببعض التوصيات. وقمنا بتقديم تقرير خاص قمنا بإعداده عما تم تغييره في مجال الإنترنت في أذربيجان، اسمه الحقائق الغير الحقيقية
شكرا جزيلا على هذا البيان القوي. أعطي الكلمة للزميل في آخر القاعة. لم أعتزم الكلام. أولا اسمي جال فتال من مجموعة رئيس مجموعة الإنترنت متعددة اللغات. أعتقد أن ما قيل من جانب هزاد حول سوء المعلومات وكيفية بناء القدرات على النحو الجيد وأيضا الجهود التي بذلت في الماضي. في 2012 قامت مجموعتي بإجراء دراسة رئيسة حول استخدام الإنترنت في الأسواق الناشئة، وركزنا على البدء باللغة العربية واللغة الفارسية والمتحدثين بها. إذن قمنا بإجراء الكثير من الندوات وتحدثنا وقابلنا مع المنظمين في هذه البلاد وتقاسمنا معهم التحدي الخاص ببناء القدرات الذي نحن بشدد الحديث عنها. معظم الناس لا تعرف ما هي ICANN، ناهيك عن LDS أو حتى ما هي GTLDs وما هي حرية التعبير. معظم مستخدمي الإنترنت في هذه الأسواق سعداء بالوجود على الإنترنت وعلى الفيسبوك، وهم يعتقدون أنهم يعبرون عن نفسهم وقد يقومون بإنزالات غير قانونية، إلا أنهم يأملون فأن يصبحوا مواطني إنترنت إذن حتى يستطيعوا أن يفرضوا تحديا أمام بلدهم. في المقام الأساسي هذا تحدي كبير، نحن لا نزال نحتاج إلى طريقة لنقل هذه المحادثة للجماهير في الأسواق الناشئة. نقوم بشيء، في الأسبوع الماضي أعلنا عن سلسلة من مؤتمرات القمة في الأسواق الناشئة. الموضوع ينبغي أن يكون مرتبطا بالمجتمعات المحلية. نحن نقوم إذا كان قانونية تفقد نصفهم، وإذا كان تقنيا ستخسر النصف. على كل أننا نذهب إلى البلاد وندوس على الزر وتجي الكهرباء. أعتقد أننا هنا ينبغي أن ننشر الرسالة. هناك تحدي كبير، ولكن علينا أن نشكم في هذه الأمور وعلينا أن نجد الآلية اللازمة لذلك. شكرا جزيلا. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه الجلسة، وأنا هي التي سترأسها، ونعطيكم الفرصة للتعقيب على التطورات الإقليمية. وأعتقد أننا يمكن أن ننتقل إلى جلسة تتناول المزيد من القضايا ذات الصلة بمؤتمرنا. شكرا جزيلا. أعتقد أولا دعونا نبدأ بما قيل وصفه البعض بأنه الفيل الكبير في الغرفة، ألا وهي المراقبة. أسأل من سايكو، نقول لماذا السيد نيكولاس سايدر من آيسوك، لماذا نستمع الكثير بأن عملية الرقابة هي قضية تتعلق بالخصوصية، ولماذا نقول أن حرية التعبير تعد قضية أيضا؟ يسعدني أن أكون هنا معكم. في واقع الأمر من منظور المجتمع التقني إذا ما فتحنا different decentralized networks، نحقق لا مركزية للإنترنت بمعنى أنها تصبح لغة الإنترنت وأيضا تسمح للناس بالتواصل والتشاطر في المعلومات. هذا أردت أن أركز على العلاقة القوية بين
المناحي أو تصميم التقني للإنترنت وحرية التعبير. واقع الأمر الآن مثل أن فتح الإنترنت المنفتحة يمكن أن تكون سلاحا ذو حدين، لأنه يمكن أن بطريقة أو أخرى يمكن أن تقاوم من الحقوق الأساسية. إذن المراقبة هي شاغل كبير أمام التقنيين المهندسين، أساسا من يعملون على المواصفات التقنية. وإذا ما نظرنا إلى الأوائل الذين أوجدوا الإنترنت، كان الغرض من الشبكات هو تيسير التواصل ولا تصبح أداة للمراقبة العالمية. والكلمة الأخيرة، ما الذي يقوم به المجتمع التقني فيما يتصل بهذه المراقبة، إنها ليست شاغل وقلق جديد للمهندسين، ولكن ما حدث من أحداث للمراقبة أعتقد أن هذا شكل تحديا أمام المهندسين. واستمعت في افتتاح المؤتمر لرئيس الاي جي اف، واعتقد انه تشاطر برؤى قوية للغاية، البعض منها من منظور تقني. واعتقد انه قال اننا ينبغي ان ننتقل من انترنت غير مأمونة الى انترنت آمنة تماما. وفي اجتماع اخر قال أننا ينبغي أن تكون الرقابة أكثر تكلفة، ليس فقط من الناحية المالية أو التكلفة المالية، ولكن أيضا بإلقاء القبض أو أن يكون هناك اكتشاف لمن يقوم بعملية المراقبة، فهناك حرج كبير سيحدث لهذا الشخص أو ذاك. إذن هناك بعض الحدود لما يمكن أن تعالجه التكنولوجيا. أولا، التكنولوجيا لا تستطيع أن تغير من السياق السياسي. التكنولوجيا أو الستاند أوت لا تستطيع أن تمنع من تنفيذ، وهناك برمجيات تجارية قائمة على الستاند أوت. وأخيرا، التكنولوجيا لا تستطيع أن تقدم الكثير إذا لم يتواصل المستخدمون مع نظرائهم الذين يثقون فيهم. إذن هذا في عجالة ما أود أن أتحدث عنه من منظور المجتمع التقني فيما يتصل بالخصوصية وحرية التعبير والتطورات التقنية. الآن أنتقل إلى ميشي تشودري من قانون أو مركز القانوني لحقوق البرمجيات. لا أستطيع أن أرى ميشي. يبدو أن هناك استجابة سريعة حتى يأتي أو تأتي ميشي. نونا، قبل أن أذهب أود أن ألفت الانتباه إلى الرقم القياسي للويب وأيضا قياس صحة الانترنت، المؤشر أو الرقم القياسي للموقع. أحاول أن أكتب على تويتر، وهي مبادرة وهي صحة الإنترنت المفتوحة والصحية أمام على الإنترنت أمام 80 بلد. وهي تم تدشين هذا الرقم القياسي في جنوب أفريقيا في 2013. والمعلومات الأخرى التي أود أن أقولها اسمها أو هي مبادرة مؤسسة الوايد ويب، وهي مؤسسة تدعو إلى الحريات الأساسية وحرية التعبير وحقوق الإنسان على الإنترنت. هذا ما أردت أن أتشاطره معكم قبل أن
أخرج من هذا هذه القاعة. شكرا جزيلا لنا. نعود مرة أخرى. ميسي الرقابة هي من مركز القانوني للرقابة أو البرمجية. ترى استمعنا إلى الكثير للمراقبة على الإنترنت التي أصبحت قضية عالمية. هل هي تعد قضية وطنية كذلك؟ وأعتقد هل هناك مايكروفون؟ عندما تقولي قضية وطنية، هل تشيرين فقط إلى الهند أم بصفة عامة؟ يمكن أن تشيري إلى الوضع في الهند. أعتقد أنها قضية وطنية والانقسام له وجهان. أولا أن الرقابة هل جهات الأمن الوطني التي ستجتمع وتراقب، وأعتقد أنها إن القضية هنا أنه على الصعيد الوطني التنصت يخضع لسيادة القانون وارتباطا بالمستوى العالمي. إذا كانت الحكومات الوطنية هل لديها أي واجب صوب مواطنيها لحمايتهم من الرقابة الأجنبية والتنصت وممارسة الجاسوسية في الإطار الهندي؟ لدينا ما يطلق أكثر تعقيدا من خروج بعض البرامج، ليست لدينا معلومات كافية. لدينا نظام مركزي للرقابة. الهند ليست لديها قانون أو تشريع خاص بحماية المعلومات أو الخصوصية، ومن ثم فإن نظام المراقبة المركزي قد استبعد، إلا أنه لا يوجد أي مناقشات برلمانية حوله ولا يوجد أي معلومات متاحة. كل ما لدينا هي الأمور التي عبرنا عن شكوكنا فيها أو تم تسريبها من الإعلام، أو أن يكون هناك تفاعل عبر الإنترنت. تسع من جهات الهندية لديها أيضا نفاذ، البعض الآخر ممنوع من النفاذ بسبب الأمن الوطني. ليست لدينا معلومات رسمية، لدينا أجزاء من المعلومات متناثرة هنا وهناك. Thank you very much. شكرا جزيلا ميشي. أعتقد برانيش باكاشا من معهد الإنترنت والمجتمع في الهند، أود أن أقوم بتسجيل نقطتين سريعتين. الأولى حول ما نراه الآن من ناحية أنظمة التنصت وكيف يتم هذا. هذا ليس باستكمال لما كان عليه الأمر من قبل، لأن التقنية الرقمية قد قامت بتغيير هذه المعادلة بتغييرا جذريا، فتسمح بكل أنواع المراقبة والتنصت التي لم تكن ممكنة في الماضي. بالطبع جمع المعلومات والتجسس قد وجد دائما، وعملية التنصت في الاتصالات وعملية كذلك وضع أجهزة التنصت والتسمع أمر موجود دائما، لكن تغيرت الأمور بطريقة وضعت حرية الكلمة في خطر بشكل غير مسبوق. وفي نفس الوقت هناك إذن توضيح لهذا، فهناك وما زال رئيس هارينغ بوديا في جونجاب، ولقد تم اغتياله في 2003، وما زالت جريمة قتله لم ينتهي التحقيق فيها. ولقد هناك شك كبير أنه تم قتله لأنه كان الوزير الذي قام ب
وضع من محكمة للمواطنين تدرس إذا أحدث العنف في 2002 كيف حصل في جودراس، كيف استحدث، لقد قام باستخدام كارت موبايل قديم ليس يمتدي أحد أصدقائه، بما أن الشرطة استطاعت أن تصل إلى سجل المكالمات لتليفونه استطاعوا أن تتبعوا عندما تحدث على إذن حدث العنف محدث فيه هذا أدى إلى قتله. سنتقل إلى ماريا مزروقي من جهاز حقوق الإنترنت وحقوق الإنسان في نقطة أن المراقبة تصنت وسط انتقلت العلاقات ومستويات مختلفة، والعلاقة إذن ما بين الخصوصية وبين حرية التعبير، فكيف كان الأمر والمثل اليوم أفضل من 6 أشهر ماضية؟ لأننا الآن نفهم الأمور. شكرا أنيا. في الواقع لقد استغلت هذه الإشارة إلى الفيل في الغرفة ومازال جميع أتسمع هذا، لكن أود أن أصر على أن في نفس الوقت تستطيع أن ترى الغابة من الشجر، وأنا لا يجب أن نناقش عملية التنصت وكل انتهاكات حق الخصوصية من خلال فقط موضوع الـ NSE أو هيئة الرقابة الوطنية الأمريكية، ولكن لابد أن نتذكر كيف الشركات مثلا عملية تتبع المستخدمين على الانترنت، وهذا بالطبع في انتهاك لحرية الرأي ولمستخدم الانترنت، وهذا يشتمل على الشركات بما فيه مشغلي الاتصالات وشركات البرمجيات ومقدمي الخدمة الفورية على الانترنت، ومن ثم فعملية تتبع المستخدمين تستخدم كما لبناء إذا رسم لشخصية المستخدمين، وأن هناك تقابل بين أهداف الحكومات للمراقبة والأغراض التخابر وغيرها، وما بين تتبع الشخص من الشركات التجارية للأغراض التسويق وغيره. ثانيا لابد يجب أن لا ننسى قضية الرقابة أو التنصت الوطني، فهذا أمر بلغ الأهمية، أغلب الحكومات إن لم تكن جميعها في العالم تقوم بتطبيق على المستوى الوطني قوانين تسمح لهم القيام بعمليات تنصت وجمع معلومات هائلة ومتابعة للبيانات، فمثلا من خلال قوانين حفظ البيانات، وهناك الكثير منها في أوروبا لأن هذه تشريعات الاتحاد الأوروبي حاليا، ومن ثم علينا أن نكون مدركين لأن هذه ليس بالبيانات الفنية البسيطة، ولكنها تسمح كذلك بعملية وضع خرائط حقيقية للمواطنين وأنشطتهم على النت وغيرها وعلاقاتهم الشخصية، هذا يسمح كذلك بتأثير كبير على حرية التعبير، لأنه سيؤدي إلى عملية رقابة ذاتية للمستخدمين، وبالتالي عملية الحلاقة ذات الخصوصية وحماية البيانات الشخصية وحرية التعبير كلها خطوط متقطعة. الآن أرى أيد كثيرة سنجة تريد أن تعقبي جون كامفرر، كذلك كان في ورشة عمل أخرى تتناول هذه الأمور، فلنبدأ بأخذ التقريرين الآن ثم سنعود للباقين بعد ذلك. سنجة لك الكلمة سيدي، سنجة لك الكلمة ليتناول موضوع التي أثرت حول حقيقة حرية التعبير. واسم سونيا كاليان، وأنا أعمل في فريدم هاوس، وشيء رأناه في بحثنا أن التنصت يؤدي إلى عملية الرقابة الذاتية، ونرى هذا في العالم وفي دول عدة، عندما تكون هناك عملية رقابة على المواطنين بصفة خاصة
إذا نرى أن يبدأ الأشخاص في كيفية الحديث على الإنترنت ونرى هذا في واقع في تأثير الدول الشمولية حيث أوقات كثيرة يقوم لهم على أو المستخدمين العاديين يجدوا الشرطة على أبوابهم نتيجة لأنهم استطاعوا أن يتتبعوا لا يعجبوا بيقولوا على الشبكة العنكبوتية وراجد أن عملية التنصل على المستوى الوطني تزايد. وأعرف أن الكثير من الناس يركزون اليوم على ما يحدث في الاتحاد على الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أثر هذا المجتمع العالمي، ولكن ما نرى في دراسة وأنا من بوسنيا ومن بوسنة، ولكن أرى في أبحاث أن إذا تحدثت عن شخص في البحرين في روسيا لا يخافون وهم لا يخافوا مما يقولون، لكن يخافوا من مراقبة الأسئلة، ولكن يخافوا من السلطات الوطنية عندهم. لذا أعتقد أن هذا الأساس وهذا أمر يجب علينا أن نركز عليه بالإضافة إلى ما يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا أردت كذلك أستطيع أن أذكر نتيجتين من الورشة أو نستطيع أن نفعل هذا فيما بعد. شكرا سنج. جون يمكن إضافة شيء؟ كنت سأكون موجزا وخاصة لقد أتيت من هذه أو من ورشة العمل هذه، ولكن هنا التي كانت رأسها نيابة عن الجي ان اي بالأمس وهي خاصة بالسياسة جانب السياسة الخارجية من عملية التعبير عن الحر والمفتوح، وهذه النقطة تثبت نفسها، ولكن أرى مؤسسة مثل هذه تستطيع أن تعمل معه هي عملية مصداقية العملية إذا تقييد حرية المعلومات من دول مختلفة حول العالم، وإذا أجندة الديمقراطية مزدوجة المعايير فيما يخص عملية التنصت، والذي أتى من كثير من المداخلات على المنصة وعلى الطاولة الرئيسية ومن الحضور وخاصة من أحد الحاضرين الصينيين، وقلنا لا يهمك ما تعلمنا حول حرية التعبير، ولكن الفكرة في الأساسية لوضع السياسات وللمؤسسات حيث هذا يظهر. فهذا الأسبوع سيظهر كثير في عملية منتدى التنصت المفتوح بالغد، كيف يمكن لبعض الكثير من الناس وكيف يمكن إذن إيجابيا في جانب السياسة الخارجية وما يحدث في حرية التعبير وكيف يمكن تأقلمة الاثنين سويا. شكرا لهذه النقاط الهامة لتذكيرنا بدلا من التركيز على الحكومات فالازدواجية، هذا شيء اتهمت بالأعمال. وإذا ما رجعت ما ذكرنا أيضا بأن المراقبة والتنصت تتم كذلك من الأعمال ليس حكومات. سنعطي الكلمة إلى سيد رزا من جوجل قبل أن أعقب، ثم بعد ذلك سأراجع إذا كان هناك أي تعقيبات من المشاركين عن بعد أو من تويتر. رزا أود كذلك أن أجاوب على تستطيع أن تجاوب على سؤال ما هي ما ستقوم به الأعمال من أجل إصلاح ثقة المستخدمين التي تأثرت بدرجة كبيرة للغاية. نحن مدركين هذا جدا جدا جدا، كما قلتم نحن بالطبع نهتم بالعلاقة مع المستخدمين، ومن ثم نحن نحاول دائما أن نضع المستخدمين في المقدمة، وبالطبع ما ظهر أخيرا قد تسبب في عضب كبير لثقة المستخدمين في الشركات، وعملنا بشدة لضمان لمستخدمينا أنه يستطيع أن يستمر بكسب ثقة في المعلومات واستخدام خدمتنا. وأنا بالطبع فخور بما قامت به جوجل دائما في قضية حماية المستخدمين وبصفة خاصة في مواضيع الشفافية. فعلى مدى 3 أعوام أدركنا حقيقة أن المستخدمين لهم الحق في المعرفة، وما ما تطلبه الحكومات من معلومات
تطلبه من منصات مثلنا، وليت هذا بالشيء الذي واجهناه أخيرا من أجل إنقاذ سمعتنا، بأن قمنا بهذا الأعوام كثيرة وأمضينا عامين في سرية نتفاوض مع الحكومة الأمريكية لسمح لنا بالكشف عن أعداد خطب الأمن الوطني التي نتحصل عليه، وعندما كنا قادرين على هذا فلم كنا نحاول أخذ هذا الحق قانونا، وقد رأينا الكثير من الشركات انضمت إلينا في محاولة إذن إعداد تقارير الشفافية الخاصة بهم، وهذا يعني الشفافية هي الحل. ولكن هناك حوار حول هذه الأمور، عندما لا تعرف الحقائق، وبالطبع هذه إحاء بما نريد، ولكن أعطت مؤشرات عما يجب علينا أن نراعيها ونبناه. لذا لما رفعنا قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركتنا الأم لمحاولة فرض هذا لتسمح لنا أن نتحدث في هذا كما نريد. شكرا غص السيد في نهاية القاعة، سنأخذ تعقيب واحد من الأرض ثم بعد ذلك سوى سننظر للمتحدثين بعد. أود أن أسأل هل هناك أحد من تركيا ليقول كيف الإمبراطورية العثمانية كانت تقوم بخطأ عندما وجدوا الجوتنغارك أو الإنترنت، فاليوم لقد قاموا بحرمان لمائة عام بدل من جعله لمنفعة الناس. ما أود أن أقول هنا هو أنني أعتقد إذا نظرنا لمواضيع المراقبة والتنصت وحرية التعبير، فإن العدالة تقتضي الأشخاص الذين وقعون تحت التنصت لا يعرفون هذه الأشياء ويتم إساءة استغلالهم. وماذا لو اقترحت شيء ربما إشكالي، فإذا كان هناك رقب على إطلاق في المعلومات التي يحصل عليها المراقب يجب أن تتوفر للجمهور. فمثلا عندما أحمل مثلا آيباد في كل مكان، أبل تعرف أين أذهب في هذه الأوقات، فأبل يجب أن تعطي هذه البيانات للجمهور، وبالتالي فإن الجميع سيعرف ما نوعية المراقبات والتنصات تحدث ويستطيع أن يتخذ إجراءات، وهذا سيتزايد بسرعة كوعي، بحيث الناس سيعرفون إذا كانوا يريدون أن يتركوا الهواتف الذكية خلفهم فقط عدد محدود إذن من المنظمات التي فيها خطر كبير على المجتمع يسمح لها بالاحتفاظ بهذه المعلومات لأنفسها. هذا ليس عادل لكل من يحصلون على المعلومات عن ملايين الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص لا يعرفون أنهم يتوقعون تحت التنصت، فيجب أن الأمور يكون مفتوحة يسمح للجميع. هذا ربما هو الوقت المناسب للإشارة إلى موقع النت اسمه ethnicityandproportion.org. هذا الموقع به قائمة من المبادئ التي تؤكد على هذا الحاجة إلى الشفافية، ولتأكد أن المراقبة تتم عند الحاجة فقط وللدرجة المطلوبة. شكرا لهذا التعقيب. I'll go to check are there any questions from remote. هناك أي تعقيبات إذن من المشاركين عن بعد؟ أي شيء من تويتر؟ هل يود زملاء من تويتر أن يعقبوا؟ لا، يبدو أن الأسئلة المطروحة تمت القاعة بالإجابة عليها، وهذا إذن كان شيء جيد. هناك ورش عمل نود أن نتحدث عن تعقيباتي على هذا القطاع. هل إذا نستطيع أن نبدأ تعقيبين آخرين؟ وليد الثقف باحث عن الرقابة على الخدمات مع
أونلاين، وتفهمت أن عملية التنصت كما ذكر من قبل والرقابة هي انتهاك لحرية التعبير نتيجة لحالات التي تتم، ولكن الأخطر هو عند الأشخاص لا يعرفون أنهم محل المراقبة، فهذا أمر كثيرين للغاية، لأن في لحظة فيسبوك تقول أو جوجل معلوماتكم سيتم استخدام لأغراض التسويق، فموافقة المستخدم هو طريقة من الفهم هذا. ولكن الموضوع الأحجام الدراماتية عندما الشخص نفسه لا يتفهم أنه تحت الرقابة، هذا أمر أكثر خطورة، ومن ثم فأن الفضائح تكون أكبر من أي شيء سابق حتى الآن. المقترح وبالتحديد عملية فضيحة الـNSA، هذا أمر يجب تتعامل عليه الحكومات على مستوى السياسة، ولكن الشركات مثل جوجل، فهناك مقترح نسمع كثيرا من الناشطين، لما زال نسمح القدرة على أن يكون هناك تشفير من طرف للطرف الذي يمكن إذا وضعنا مستوى خدمات الإيميل بحيث الفنيين بالطبع يستطيع أن يجدوا حل في الشركات من أجل إيجاب تشفير من وجهة للأخرى، فمثلا إذا كنت ترسل رسالة، هذه الرسالة ستكون مشفرة على مستوى العميل وتستطيع أن تصل إليه وتكون شغالة. بهذه الطريقة سيسمح فقط للشخصين أن يتفهما ماذا يحدث فيما بينهما، وأنا أتفهم أن هناك بعض مشاكل التسويق، ولكن ثقة المستخدمين أمرا بالغ الأهمية. شكرا، سنأخذ تعقيبات برد ثم نعود لك ثم سنمضي إلى الجلسة التالية. فقط للمعلومات، أعتقد أن مجموعة من الأشخاص في أيسلند يحاولين تطوير إذن كلاينت إنترنت مشفر. أود أن أتحدث كذلك عن هذا فيما يخص التنصت مراقبة، وكنا نسترجع المبادئ الرئيسية التي وقع عليها 280 منظمة في العالم، فيبدو أنها تأخذ بعض المبادئ بما فيها موضوع حول القانونية والغرض. وأعتقد ونحن رقينا مثلا في مؤتمر الأسبوع الماضي وزير السويد وزير الشؤون الخارجية، ونحن نرى بعض أيضا المشاكل لتطبيق حقوق الإنسان. مايكرس من إندكس سنسورشيب، من الأهمية أن نتفهم أن عندما نتحدث عن التنصت من جانب الـNSA، ولكن لابد أن نتفهم الأخطار الحقيقية المادية التي تحدث للناشطون حول العالم. هذا إذن الجهود IFRS من أذربيجان، أن هذا يشير إلى أن هناك إذا المستضيفين رجعوا في كل وعودهم وقاموا في هجوم فعلي على مستخدمة الناس وفي عملية تنصت مراقبة ضد المدافعين حقوق الإنسان، فيجب عليه أن نحافظ على المعايير العليا في الديمقراطيات الغربية. فإذا أهملنا ما الدول الشمولية تقوم به وأن نقول نحن كلنا جميعا فأنتم جميعا منافقون، فنستطيع أن نتناسى أنه في الآن اليوم عبر العالم أجمع الدول عملنا العام كثير مستخدم الإنترنت يتم استهدافهم وقتلهم لتعبيرهم عما يقولونه. شكرا لتذكيرنا بهذا الأمر. في الحقيقة هذا أخذنا المجموعة التالية للمساء التي ستتحدث عن قضايا حرية التعبير بالطريقة اللي نقوم بها بطريقة أكثر تقليدية ورزة. أود أن أكتب معكم
إذا كنت أستطيع أن أستجاب على تعقيب من منظور جوجل. نحن ندرك بالطبع أن فائدة التشفير، نحن نعمل الآن على هذا وما على البراوزر المستخدم هناك تشفير. لا أستطيع أن أقول أن أمر رائع، ولكن نحن نحاول، أو هو التمام في الأمر، بل نحاول أن نوجد حلول مرضية. شكرا بس. هل ننتقل إلى الجلسة التالية؟ الآن نحن نحاول أن نعرف ما يشكل إذن حقوق الإنسان الملائمة في الفراغ الافتراضي الحقيقي، وكيف تنطبق داخل إذن الفراغ الافتراضي. وربما كان يتحدث قليلا عن عملية حرية التعبير. سيد جاي برجر من يونسكو. جاي برجر، هل تعتقد أن الحديث المباشر أونلاين يختلف عن الحوار غير المباشر أونلاين في الحقيقة؟ سيدي، إن موقف في الأمم المتحدة أن كل حقوق أونلاين أو فورية لابد أن تكون نفسها أوفلاين، ولكن ما يحدث هناك تأثير على المجالات ذهابا وعادا. لكن أهم شيء أن نتفهم أن فيما يخص إعلان حقوق الإنسان، فنحن نتكلم عن إرسال رسائل، وفكر الحرية هو في الاستقبال والإرسال، وبالتالي إن ميثاق حقوق الإنسان به الاتجاهين، الاستقبال والقبول. وبالطبع إذا كنت تستطيع أن تعبر عن نفسك ولكن لا يستطيع أن يسمعك أو يستقبلك الآخرين، فلا منطق في هذا. وإذا كان الناس يستقبلون لكن في حدود على الإرسال أو التعبير، فهي ليست الحرية. ومن ثم فالأهمية أنها تأخذكم إلى تفهم أهمية عملية القفل والفلترة على حقوق التعبير. وبالطبع نحن نتحدث على النفاذ والوصول، لكن حق النفوذ وبالطبع حرية التعبير ومفهومها، فأعتقد أنه بالأهمية بمكان أنا بنفس الطريقة التي نستطيع فيها، أنها ليست الرقابة النصت، ولكن الرقابة النصت غير القانوني أو غير الشرعية، وكذلك عملية القفل أو الإغلاق، ولكن ليس هو المهدف، ولكن غير الشرعي منه. ومن طبع هذا أخذنا إلى ما هي الحدود القانونية أو الشرعية للتعبير التي يمكن أن تتحكم في هذا. وبالتأكيد فأن موقف الأمم المتحدة كما قال الزملاء، فالأساس هو الحرية، والتقييد هو الاستثناء، ولابد من ربطها، ولابد من المبادئ الموجودة في بعض المجتمعات التي تجعل من الرقابة قانونية. فإذا كان الرقابة وفقا للمبادئ الثلاث عشر، فتقول أن هذا تقييد قانوني في نظر حقوق أخرى، حق الأمن وحق الخصوصية. وسيقول المجتمع المدني في هذا في تقييد شرعي له. فإذا كنا نتحدث عن هذا، فربما سقط من المنظور والاهتمام في الوقت الحالي، ولكن لابد أن نرى عملية ما يمكن إذن غلقه، ما يمكن فلترته. فالمجتمع والناس الذين مثلا يقعوا تحت العهد الدولي لحقوق الإنسان، فإلى أي درجة هذه المبادئ تسري وتنطبق على عملية البلوكينج والفلترينج؟ وهذا يأخذنا إلى
التفكر فيها من منظور حرية التعبير، ومن ثم فإن التقييد نفسه الممكن الذي يعوق من حرية التعبير في العالم هي نفس الحدود التي تستخدم في عالم الإنترنت المباشرة. القواعد مفروض لا تقييد، القاعدة السينية لا توجد أي تقييد، ولابد أن تكون شرعية إذا هي فقط لها حماية حقوق أخرى، لأن بعد عملية الشفافية وغيرها أمور تغفل اعتبار، لكن في بعض الدول العمل في قضايا أخرى تتناول عملية الإجراءات والحساسة بصفة خاصة، ولكن هي مقيدة من عن غيرها. أعتقد هذا تصوري، وأود أن أسأل أود أن أنتقل بشار قضيتها من الهند، فلقد تتحدث عن حقوق النشطين في النواحي الجنسية، فماذا ترى عن التعبير وما خبرتك في عملك؟ أنا ما أود أن أركز عليه من منظور الجنسانية والحقوق الجنسية، أعتقد أن هناك من نعلم أحد الأهداف الرئيسية والتي تم استخدام الإنترنت بالشرعية فيها هي الأنشطة متعلقة بالجنس أو الأمور الجنسية، والكثير يقول أنهم يولدون بالشكل، ولكن هناك تنوع كبير وهناك أمثلة واضحة في هذا. مثلا فكر شخص مثلا إيجابا مصاب بالجيفي يتعلم كيف يستطيع أن يرتدي وقف ذكري على الإنترنت، وكذلك امرأة إذا مثلية كيف تحصل على دعم على النت، فمثلا دعم للعاملين في مجال الخدمات الجنسية إلى آخره. وما أستطيع أن أقول للأسف أن كل هذه تقع تحت ما يسمى كمحتوى جنسي، وهو يرى دائما كمحتوى ضار، والمشكلة تصبح أن نسقط تحت محاولة منع كل المحتوى الجنسي الذي يعتبر كبورنو، ومن ثم فإن الدول لابد أن تحت فكرة حرية التعبير أو الحق في حرية التعبير يجب أن نبدأ في وضع إذن الحقوق للتعبير الجنسي بطريقة أكثر وضوحا، بحيث إذا يجب أن يتم فحصها والدخول في منطقة واحدة. والأمر الآخر أعتقد ما هو النظر، لأن كان هناك نوع من التضارب الأخلاقي حول القانون الخاص مع عملية إذن البورنو الظهر حولها، فالأمور تؤثر على النساء وكذلك على مجموعات الجنسية الأخرى، فهذا بالطبع يترك خارج الصورة السياسية. وهذا إجماع عندما امرأة في الهند، كان عندنا حالة شهيرة منذ عدة عام حيث فتى وفتاة كانوا يتعاطون، تم تسجيله على الموبايل تمثيله، والجميع يقول عفوا هذا رهيب وهذا غير أخلاقي، ولكن هذا لا علاقة له. النقطة أنها وافقت على شيء للاستخدام الخاص ولم توافق على شيء الاستخدام العام، ولكن عملية الموافقة على ذلك تم طرحه جانبا، ولكن الأمر أسيف في النهاية كحقوق مجموعات الحقوق الجنسانية الجنسية نرى عملية الحماية من حديث الكراهية ونضع الجنسانية تحت هذا ونتعاطف مع هذا، ولكن يجب أن نغفل اعتبار أن كلمة حديث الكراهية يفهم بطريقة مختلفة في الدوائر العامة عن الدوائر السياسية، ولا نريد موقف حيث كلما قال الشخص كلمة مثلا الكلب أنا أرفضها، فلا يجب أن كل شيء أصبح يتم وضعه تحت كلمة الكراهية، لكن نتهم بأي شيء محدد. وبالطبع سنجد أن جيل من مستخدمي الإنترنت نظرا لأي كلمة غير مريحة هي انتهاك
الكلمة وهذا أثر على حرية التعبير. شكرا جزيلا. نحن الآن ننتقل إلى منطقة أخرى خاصة بعدة حقوق كرامة الإنسان في مقابل حرية الآخر في التعبير. أريد هنا أن أنتقل إلى بري. بري من لجنة حقوق الإنسان الكينية. ما هي خبراتكم يا بري من كينيا؟ هناك اضطرابات في كينيا منذ عدة سنوات، وخاصة هناك مشكلة خاصة بحرية التعبير في الصعيد السياسي. ما هي خبرتك يا بيري؟ إن كينيا هي دولة حرة بصورة نسبية فيما يتعلق بحرية التعبير. معظم المواطنين يستطيعون التعبير عن أنفسهم بحرية دون وجود قيود كثيرة. أما فيما يتعلق بالتعبير السياسي، أحيانا توجد قيود حين يمارس المواطن رقابة ذاتية، وذلك استجابة وردا على التهديدات التي تفرضها السلطة التنظيمية وهي لجنة الاتصالات الكينية، والتي هددت بتقاضي قانوني مؤسسي ضد الأشخاص الذين يقومون بالترويج لكلمات وخطب خطيرة. كل ذلك يأتي ارتباطا بخطابات الكراهية والاستثارة للعنف. أما بالنسبة للحقوق الفردية وتشويه الأشخاص والسب، فقد كان هناك عدة قضايا رفعت فيها دعاوى على أفراد نظرا للتوصيف القانوني لهذه التهمة. والقضية استندت إلى شرط كان موجود قبل سن الدستور الجديد، ولا تزال موجودة هذه الأحكام حتى الآن، وهي قوانين السب والقذف، وهي قوانين موجودة. عدد من الأشخاص اعتمد على هذه القضايا وقاموا برفع دعاوى قانونية ضد أفراد آخرين، كما قاموا أيضا برفع دعاوى على وكالات أنباء وصحف. أما بالنسبة لحرية التعبير والرضا، فحتى الآن لا يوجد أي حالات، ولكن يوجد قضايا أمام المحكمة التي ذكرتها من قبل. أما بالنسبة لبيوت النشر ودور النشر، فهناك الكثير من حرية الصحافة في كينيا، أو على الأقل توجد حرية كافية لأن يرى المواطنون ما يرغبون في رؤيته. الأفراد أحيانا يجدون أنفسهم ضحايا للتعريف من قبل وسائل الأعمال فيما يتعلق بعدد من القضايا المحددة. يوجد في حقيقة الأمر خط رعيف بين التشويه وبين قول الحقيقة. بعض الأشخاص تحدثوا وقالوا الحقيقة، والشخص المسؤول ظل صامتا. هناك بعض الأمثلة مثل أحد كبار المسؤولين وزوجته التي عرفت بعلاقة، قد تم تغطية هذه العلاقة من قبل وسائل الأعلام، وكان هناك أيضا الكثير والكثير من الكلام في الصحف عنها، ولم يتم الالتفات إلى مسألة الرضا. إن كينيا تتصرف بصورة معينة بحيث استطاعت أن تجعل وسائل الأعلام حذرة فيما تراه، وهذا هو الوضع بالنسبة لدينا بالنسبة لي أيضا وسائل الأعلام. أعتقد أن الكينيين على التويتر قد أصبحوا عسكريين وبدأوا في الدفاع عن الدولة ضد وسائل الإعلام الأجنبية وما تكتبه عن كينيا. شكرا جزيلا. هل ترين أن هذا الاتجاه سيستمر مستقبلا كاتجاه معين؟ أعتقد أنها تمثل اتجاها، ولكن كان هناك إحدى الحالات الخاصة بالقانون الكيني، ولكن في بعض الحالات يوجد دائرة مفرغة. مثلا قد يكون هناك هاشتاج عن نيجيريا أو بوتسوانا أو CNN أو فرنسا 24،
هؤلاء هم الأفراد الذين بدأوا هاشتاج أو بدأوا اتجاه من أجل الإعراب عن آرائهم، ومعظم هذه القضايا لم تكن واضحة تماما ولكنها كانت صحيحة وصادقة. تحدثنا من قبل عن الرقابة في وسائل الإعلام، وقد وجدنا أن الرقابة تعتبر أداة من الأدوات التي تستخدم لقمع وقهر حرية التعبير والآراء، وخاصة بعد أن يكون هناك ممارسة لحرية التعبير عبر شبكة الإنترنت. فهل هذا اتجاه متزايد أم اتجاه يقل؟ أعطي الكلمة لروميرو. روميرو، هل يمكن أن تعلق على هذا الأمر وأن تخبرنا الموقف في الوضع الحالي؟ روميرو، شكرا جزيلا. أنا روميرو من لجنة حقوق الإنسان في بوينس آيرس في أرجنتين. أعتقد أن السؤال الأول الذي طرحته وهو الفرق بين الحرية على شبكة الإنترنت وخارجها، أعتقد أن هذا السؤال موجه لي. لقد بدأنا في أمريكا اللاتينية نشهد اتجاها، وبالطبع أنا أعرف عن حالات الأرجنتين وغيرها من الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. الإنترنت يتم استخدامه بصورة متزايدة، واهتمام مسؤول الحكومة إداء أهمية التعبير الموجود على شبكة الإنترنت يزداد في أمريكا اللاتينية. لقد رأينا في بلداننا أن هناك عددا متزايدا من القضايا ومن التهم الجنائية ضد أشخاص يفصحون عن آرائهم بحرية عبر التويتر أو الإنترنت بصورة عامة، وهذا الاتجاه يؤكد على أننا في أمريكا اللاتينية ناهضنا وحاربنا من أجل أن نسن القوانين التي تدعم الحرية. حاولنا أن نقضي على كل أشكال الجريمة التي يمكن أن تؤدي إلى حرية التعبير داخل بلداننا، ولكن على سبيل المثال في الأرجنتين ومنذ أسبوعين كان هناك تهديدا رفع دعوى مدنية ضد شخص قام بالتعبير عن نفسه في التويتر، رغم أن هذا الشخص غير مشهور، هذا شخص عادي، ولكنه شارك في نقاش عام على التويتر، موقع التويتر. وأعتقد أن هذه مشكلة طبعا كما يتضح منها، لأن من أجل إقامة وسيلة إعلام ناجعة عبر شبكة الإنترنت فلا تستطيع أبدا أن تقيد الحرية وخاصة حرية التعبير، والأشخاص الذين يعربون عن أنفسهم على موقع التويتر يعانوا من هذه المشكلة. شكرا جزيلا. أعتقد أننا لدينا إيلاري من Global Voices، ربما تود أن تعلق على هذه المسألة الخاصة ب تعبير عن الآراء عبر شبكة الإنترنت. اسمي إيلاري، أنا من الولايات المتحدة الأمريكية وأعمل مع مشروع Global Citizens والخاصة بمكافحة التهديدات التي يتعرض لها الأشخاص أصحاب المدونات والتويتر والفيسبوك وغيرها، ونرى ما إذا كان هناك رقابة عبر شبكة الإنترنت أو أن هناك تهديدات مباشرة للأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم عبر الشبكة، وكل ذلك يغطي نطاقا عريضا. وإذا كنتم مهتمين بشبكة أعمالنا فيمكن الحصول على مزيد من المعلومات، وستجدون أن هناك الكثير من القصص التي تعرضنا لها. أحيانا ما يكون موقفنا موقف صعب إذا ما أردنا أن نغطي تحقيقات معينة وأن نساعد زملائنا الذين قد يواجهون تهديدا قانونيا مثل رفع دعوى قانونية عليهم إذا ما كان هناك تعبير عن آرائهم بحرية عبر شبكة الإنترنت. وكما تعلمون فإن هناك كاتب في البحرين تم توقيفه هذا العام، وكان حتى من الصعب أن نعرف ما إذا كان هناك
تهمة قد وجهت له أم لا، وحاول محامي هذا الشخص والكاتب البحريني أن يصل إليه ويدفعه، ولكن كانت هناك مشكلة. دائما ما نجد هناك عدة مواقف يكون هناك زملاء يرغبون في مساعدتنا وعلينا أن نساعدهم، ولكن بالطبع نحن نحاول هنا مع الحكومات أن نرى ما إذا كان هناك محامي يستطيع أن يصل إلى هؤلاء الأشخاص أم لا. وجدنا أن هناك مشكلة كبيرة، وحتى الآن لدينا بعض الحظ، ولكننا لن نعرف ما الذي سيتم بعد ذلك. سنحاول هنا أن نعد العدنا وأن نواصل على مزيد من الاتصالات حتى نتأكد تماما من أن هناك حرية كاملة في التعبير عن الآراء في شبكة الإنترنت. أرى أن هذا المنتدى يكتسب أهمية كبيرة كمنبر للتعبير عن حرية الآراء، ولكن لا أرى أن هناك تأكيد بصورة كبيرة على البعد الخاص بحقوق الإنسان. شكرا. شكرا لك جزيلا. استمعنا إلى قصص حول القيود التي يتعرض لها حرية التعبير، وخاصة تلك التي تمارس على بعض النشطاء وبعض المجموعات الاجتماعية سواء خارج شبكة الإنترنت أو على شبكة الإنترنت. هل من تعليقات؟ ثم بعد ذلك نستمع إلى تعليقات من السادة المتحدثين، ثم السيدة بالفستان الأخضر، ثم نيكلس. اسمي شهدة رشيد. اسمي شهدة رشيد وأعمل في الهند. أي شخص يتابع الحوار حول هذا الموضوع منذ عام سيرى أن هناك مشكلة بين حرية التعبير ما بين الصحافة التقليدية والصحافة الجديدة. أحيانا ما يكون هناك شكوى من قبل القائمين على الصحافة التقليدية بأن الصحافة عبر الشبكات الاجتماعية الجديدة ليس لديها أي رقابة، وأن كل شخص يستطيع أن يذكر ما يحلو له، بينما تقتصر الرقابة على وسائل الإعلام التقليدية. ولكن بالطبع هذا نوع من النقاش، وكل مجموعة لديها وجهة نظر. ما أود أن أقوله أننا بحاجة إلى مزيد من التضامن مع قضايانا المشتركة. هناك نقاش عما إذا كان هناك ضمان لحرية التعبير عبر شبكة الإنترنت مقارنة بحرية التعبير خارجها أم لا. النقطة الأساسية هو ضرورة وجود تضامن في الهند في الوقت الحالي، فإن السلطة القضائية تعتبر من المؤسسات التي ستحمي حقوقنا كما نثق بها. وفي الوقت الحالي فإن تعيين قضاة المحكمة العليا عملية مستقلة بالمرة لا تتدخل فيها الحكومة، وتعيين القضاة يتم من قبل القضاء السابقين، لأن هناك نظام المجتمع الانتخابي أو الجماعة الانتخابية. وعلينا أن نفكر في هذا الجدل القائم حتى الآن، وأؤكد مرة ثانية على أننا بحاجة إلى تضامن ما بين حركة حرية الصحافة التقليدية وحركة حرية الصحافة الإلكترونية. السيدة بالبلوزة الخضراء. مساء الخير، اسمي إريكا سميث وأعمل مع إي بي سي في المكسيك في مشروع لمكافحة العنف ضد المرأة. في المكسيك كما تعلمون فإن هناك خطورة على أي صحفي. ربما تعلمون أيضا أن في منطقة المكسيك ووسط أمريكا تتعرض لصعوبات إذا كنت امرأة تدافع عن حقوق الإنسان، إلى درجة أن تتعرض المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان للقتل. وإذا كان هناك أي شخص يقوم بعملية تحقيق أو دفاع عن حقوق الإنسان، نعرف أن هؤلاء الأشخاص معرضين للخطورة، ولذلك فنحن
لا نتحدث فقط عن الجندرة أو المساواة بين الجنسين فقط، ولكن سنجد أن من السهل أن يتم اقتحام خصوصية المرأة وأن يتم التعرض لسمعتها ولحياتها الجنسية بحيث يتم الإساءة إليها ولا تستطيع أن تمارس مهمتها. كل ذلك يعزل المرأة عن الزملاء الآخرين من السيدات والرجال. في جلسات أخرى تحدثنا عن الصحافة، ولكن معظم الصحفيين ليس لديهم حقيبة مليئة بالأوراق، ولكنهم ينتقلون بين عدة صحف ويجعل الأمر أصعب على المرأة. ما أن يتم عزل المرأة وما أن يتم اقتحام حياتها الخاصة، تتعرض المرأة لتهديدات كبيرة، ثم بعد ذلك يمكن أن تتلقى تهديدات في بريد إلكتروني خاص بحيث تعرف مدى تعرضها لهذه المخاطر. هذه هي الأوضاع بالنسبة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان. نحن هنا لا نتحدث عن صحفية كبيرة تتعرض لتهديد، ولكن أتحدث عن امرأة عادية، صحفية عادية مدافعة عن حقوق الإنسان تعمل في مجتمع محلي وتتعرض لمثل هذه التهديدات، ومعظم هؤلاء النسوة يمكن تعقبهن واقتحام خصوصيتهن. أما بالنسبة للخصوصية فعلينا أن نفكر فيها مسألة الخصوصية من منطلق الجنس. إن ما يحدث هو أن هناك خطاب للتحريض بالعنف أو التهديد بالعنف، وعندما تعيش في ثقافة معينة وعندما يكون هناك مشكلة كبيرة فإن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لمشكلة كبيرة، ومن ثم يكون هناك مسألة الرقابة الذاتية. النقطة الأخرى هو أن هناك ضرورة لوجود قوانين أو تشريعات لحماية حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت. في معظم بلداننا يوجد انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحقوق الاجتماعية، وهناك سعي للحصول على معلومات جنسية، ووجود قيود على شبكة الإنترنت وتداول المعلومات يؤدي إلى إساءة الوضع. شكرا جزيلا. نيكلاس تفضل. شكرا جزيلا. أود فقط أن أعود في عجالة إلى مسألة المدونات. بالرغم من أن هناك بعض التنقيح لما يكتب في المدونات، إلا نجد أن هذه الطريقة غير ناجعة حتى الآن لعدة أسباب. أولا، إذا ما كان هناك تنقيح لا تستطيع الجهة الفارضة للرقابة أن تحذف أي محتوى على مدونة. إذا عرفت الاي بي أو عنوان البروتوكول عبر الإنترنت تستطيع أن تصل إلى المحتوى الموجود حتى ولو كان هناك رقابة فرضت على المحتوى الموجود في المدونات. إذا كان هناك نظام لإزالة محتوى من المدونات لا ينبغي أبدا أن يتم إغلاقه، ولكن إزالة المحتوى المسيء. هناك الكثير والكثير مما يمكن أن يقال حول حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت، ولذلك ألتفت الآن إلى السادة المتحدثين على المنصة للاستماع إلى وجهات نظرهم. جاي بيرجر أولا. شكرا جزيلا. سيكون من المفيد أن يستمع السادة الحضور إلى جلستين. الجلسة الأولى خاصة بالصحافة المستقلة، ووجدنا أن تعبير حرية التعبير عبر الصحافة المستقلة من خلال الإنترنت يعتبر من الأمور المهمة، لأن الصحافة أو وسائل الإعلام الاجتماعية تعتبر بمثابة إسهام صحفي لإعلام الجماهير. قيمة الصحافة المفتوحة تزداد يوما بعد يوم في مجتمعاتنا، ولكن في نفس الوقت فإن استخدام حرية التعبير لا يحتاج إلى من يدفع نظيره. بمعنى
أن الصحفي الذي يعمل بأجر طوال الوقت يستكمل عمله من قبل هؤلاء الذين يجلسون على شبكة الإنترنت ويتداولون الأخبار والمعلومات. هناك جلسة أخرى خاصة بالدعم المقدم لهذه الوسائل، بما في ذلك الدعم المقدم في بعض البلدان. إن صحافة أو جريدة الإيكونومست تستخدم الصحافة الاجتماعية من أجل الحصول على بعض المعلومات أو حتى نشرها في المجلة. كل ذلك يخلق فرصة جديدة للتزود بالمعلومات. خلال جلسة الأمس وجدنا أنه من المفيد أن يكون لدينا حرية في المعلومات ونموذج أعمال، ولكن يجب أن يكون هناك تأكيد على الأمن. بعض قضايا وخاصة في الجلسة الثانية أشارت إلى مسألة الأمن. نحن الآن ننظر إلى إيجاد مؤشرات طبقا لمجهودات الولايات المتحدة الأمريكية لقياس مدى الأمان من خلال التعبير عن الرأي بحرية عبر الشبكة. مثلا بالنسبة للآي اس بيز أو مقدمي الخدمة، خدمة الإنترنت، ما هو رأيهم وما هي أدوارهم بالنسبة لضمان حرية التعبير عبر الشبكة؟ نحن لا نريد من أي لوائح أو قوانين أن تقيد من تلك الحريات. وأخيرا بالنسبة لمسألة الأمن، فإن هناك مشروع بحثي تقوم به منظمة اليونسكو حول مجالات سبعة مختلفة تتعلق بالأخطار الرقمية بما بينها خطر تقويض حرية الآراء. النقطة التي تثار دائما هي أن القيود التي تمارس على الصحافة التقليدية يجب أن تمد بحيث تشمل الصحافة الاجتماعية وعبر الإنترنت، ولكن بالطبع أنتم تعرفون أن هناك أمثلة مختلفة تختلف باختلاف الدولة. إن توثيق ما حدث في بعض البلدان مثل حالة البرازيل يعتبر أمرا هاما بالنسبة لنا جميعا. ممتاز، شكرا. ثانية، هل تودين الحديث عن الجلسة؟ ثم بعد ذلك أعطي الكلمة لجاك. الجلسة 2022 حول حقوق الإنسان وحرية التعبير. من بين موضوعات ورشة العمل هي حرية التعبير وحقوق الإنسان عبر شبكة الإنترنت، وما إذا كانت قد تعرض لتهديدات أم لا خلال السنوات الأخيرة. هذه التهديدات جاءت من بين مجالات مختلفة. أولا وجدنا أن هناك زيادة كبيرة في التدخل من أجل محو بعض المحتوى الإلكتروني. هذه الفلترة أو الفرز للمحتوى الإلكتروني تزايد مؤخرا، ووجدنا أن التطبيق برمته أو أن منصة الصحافة الاجتماعية برمتها يتم إغلاقها إذا ما رأت السلطات أنها تضر بالدولة. ثم بعد ذلك هناك أيضا عمليات هجوم مادية في العالم الحقيقي وليس في العالم الافتراضي يتعرض لها هؤلاء الذين يفضحون قضايا الفساد وغيرها. لا يتم فقط التحرش بهم، ولكن في بعض الحياة الصعبة يتم قتلهم. تحدثنا أيضا عن مسألة الرقابة، وهي مشكلة متزايدة في كافة أنحاء العالم. ولن أتحدث عن مسألة الرقابة لأن هناك جلسة خاصة في صباح الغد. وجدنا من منظور حقوق الإنسان أن هذا الأمر يتعلق بتدفق المعلومات بحرية، وقد وجدنا أن العديد من الحكومات لا تمارس وتطبق ما تتفوه به. تجد أن الجميع يتحدث عن حرية التعبير وكفالتها، ولكن ما وجدناه من خلال الموضوعات التي نقشت في جلسة الأعمال أنه عندما يعود مسؤول الحكومة إلى بلدانهم لا يستشيرون أصحاب المصلحة، لا يتداولون فيما بينهم. وأخيرا وليس أخيرا، من بين أكبر المشاكل هي مسألة وجود سياسات جديدة وقوانين جديدة بعضها ذو طبيعة مقيدة فيما يتعلق بحرية التعبير عبر شبكة الإنترنت. وجدنا
أن هناك عدد كبير من البلدان التي تسعى لسن تشريعات تقيد من المحتوى الإلكتروني، ولذا فقد أصبح من اللازم أن نروج لأفضل الممارسات حتى نعرف ما هي الحدود والبنود التي يجب تضمينها في القوانين التي تسن حديثا. شكرا جزيلا يا سانيا. أعطي الكلمة لجاك. لا أعرف إذا كنت أرفع تقريرا، ولكن سأحاول فقط أن أتحدث عن الجزء الخاص بحرية التعبير من ورشة العمل، ورشة العرب 171 حول المساواة بين الجنسين. ناقشنا كثيرا الإنترنت كجزء من الفضاء العام، هناك عدد متزايد من المرأة ومن الفئات المهمشة التي يتم استبعادها من المشاركة، وهناك استراتيجية من أجل تقليل هذه القيود، وعملنا أيضا على مناقشة قضايا مثل العنف. أحاول أن أتذكر ماذا أيضا ركزنا على العنف كأداة تستخدم لتقليل المشاركة العامة في شبكة الإنترنت، وما هي أشكال هذا العنف. تحدثت من قبل أن هناك مناقشة حول التحرش وحول تشويه السمعة والابتزاز وفرض رقابة وغيرها، كل ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا على حق المرأة في التعبير عن نفسها. هذا هو ما خلصنا إليه من خلال ورشة العمل، وتحدثنا عن القيود المشروعة، وهذا هو السؤال: ما هي القيود المشروعة؟ مثلا هناك الآداب العامة، إن هذه المقولة حماية الآداب العامة تعطي للحكومة الذريعة لفرض رقابة على الحرية، ولكن كلمة الآداب العامة والأخلاقيات هي كلمة ملتبسة غير واضحة. إذا ما وضعنا هذه الكلمة أمامنا لوجدنا أن هناك جوانب أخرى، الأشخاص الذين يتأثرون بصورة كبيرة من قبل التشريعات التي تحد من حرية التعبير على أساس حماية الآداب العامة والأخلاقيات، هؤلاء هم الأشخاص والجماعات المهمشة في المستقبل. أنا هنا أتحدث عن الشباب والأطفال والمرأة والمهمشين من الناحية الجنسية. مثلا نجد مسألة الترويج عن عيادات الإجهاض قد تكون مجهزة في دولة ومجربة في دولة أخرى. في إندونيسيا أيضا هناك المواقع الخاصة بالمثليين من الجنسين والمتحولين من جنس إلى جنس آخر ومزدوجي الميول الجنسية، كان لهم موقعا ولكن هذا الموقع قد تم إغلاقه، ونجد أن هناك قيود تفرض على مثل هذه المواقع. وأتوقف هنا. Let's turn to Joy. A few words. Joy, بضع كلمات عن الورشة العمل التي التحقت بها. أولا ورشة عمل 1 2 3 وورشة 99 حول وضع ميثاق حول مبادئ وحقوق الإنترنت، إحدى القضايا المتعلقة بالقضاء وأيضا الحكومة على سبيل المثال. رئيس لجنة حقوق الإنسان في إندونيسيا هنا في الICF 8 كيف انعكست عملية حقوق الإنسان ومبادئها على الولاية وكيفية الاستجابة إلى حرية التعبير والقضايا المتعلقة بها في هذا السياق، وأيضا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومن الملاحظ أيضا أنه بينما كان هناك مناقشات حول المبادئ وأشير إليها من قبل،
النقطة هنا هو كيفية تنفيذ المبادئ التوجيهية والمواصفات القياسية القائمة بدلا من إيجاد معايير جديدة. وعلى سبيل المثال الحكومات هي التي تنظر على نحو مجدد أن يكون هناك تشريع جديد، وهناك بعض الأمور الجديدة التي تعرض على مجتمع الإنترنت. السيد سوليمان ثم جري برات له الكلمة. كان هناك جلسة في قبل اليوم قبل الأمس حول الاتصالات والشبكات وغلق الشبكات وأيضا المراقبة. نظرنا في عدد من حالات الدراسة في سبتمبر في السودان 25-26 كان هناك 4 شركات اتصالات تم غلقها أثناء سلسلة من الاحتجاجات التي ضربت الخرطوم. ونظرنا في تداعيات حقوق الإنسان التي يمكن أن تنجم عن هذا، وطلبنا بعقد حوار مع الصناعة. وأيضا أعتقد أن هناك تواصل بين منظمات المجتمع المدني والحكومة. جري، أنا من شبكة السلامة الأوروبية التي تتعلق بالشباب. رقم ورشتي كان 308، وكانت هناك مناقشات كثيرة، ولكن أعتقد أنه ينبغي أن تعود مرة أخرى الاستثمارات الحقيقية في المجال الخصوصية والفضاءات الحرة الخالية. وأيضا هناك استثمار المجتمع لا يفيد فقط المواطن ولكن أيضا يفيد المجتمع، ومن ثم ينبغي أن ننظر إلى الخصوصية ليس على أساس أنها عائق ولكن على أساس أنها يمكن أن تشكل أو تتضمن فرصة. وإنني نحن نطالب دائما بالشفافية، ولكن علينا أن وأيضا الرقابة على سياقات التفاعل على الإنترنت، إلا أنهم طالبوا بعملية وجود الثقة وأيضا خدمات الثقة لمستخدمي الإنترنت. وأيضا إدماجي ما يطلق عليه الحركات الخضراء. إذن فأعتقد أننا ينبغي أن ندمج هذا في المناقشة. وأعتقد أن الثقة قد اهتزت كثيرا، وأستطيع فقط أن أكرر ما قيل من قبل أننا ينبغي أن نعود الثقة. واستراتيجيات إعادة الثقة تحتاج إلى حلول خصوصية مختلفة ونماذج أعمال مختلفة وأيضا نهج جديد في صنع السياسات والتنظيم. ومن ثم فإننا يمكن أن ننظر في الخصوصية بالنسبة لصنع السياسة كمكان يمكن أن يتضمن تحديث وابتكار. هناك اختلالات بين تكنولوجيات والاستثمارات في المراقبة في مقابل التحديث والابتكار، ومن ثم فإنه هناك حاجة لتكنولوجيات جديدة التي يمكن أن تستجيب للبيئة الرقمية، لأنه في الوقت الحالي فإن الرقابة التي يطلبها الشباب
وهم يطلبون الرقاب والثقة في الخدمات التي يستخدمونها، ومن ثم يمكن أن نستثمر في ابتكارات حماية الخصوصية. هل هناك أي ورش عمل أخرى ترتبط بحرية التعبير يمكن أن يضيفوا ما لديهم؟ السيد معز طلب الكلمة. أريد أن أبرز المنتدى المفتوح لحرية الائتلاف. عقدناه هذا الصباح وهو منتدى مفتوح لنا جميعا بما في ذلك الحكومة، مجتمع المدني، أصحاب المصلحة المتعددين، وأهمية مواصلة المناقشة حول كل هذه القضايا. وبطبيعة الحال سيكون في اجتماع في أستونيا في 27 و28 من أبريل القادم. أنا زهاء الدين من باكستان. زهرة، بالنسبة لحرية التشريع وانتشار التشريع، طالما أنه يتماشى مع أفضل الممارسات خاصة فيما يتصل بالمراقبة العدالة الجنائية في هذا المجال، وطالما أنه من أفضل الممارسات ويفتح المنصات ويقدم الحد الأدنى من المعايير وأن يشكل خط أساس، لا أعتقد أنه بالشيء السيء. وعلي أن نؤكد أن أولئك الذين ينبغي أن نعزز من التكنولوجيا التي تؤكد على حقوق الإنسان. أعتقد أننا متأخرين عن الجدول الزمني الموضوع. هل مريان تريد أن تأخذ الكلمة هنا؟ لا، لم ننساك. سنواصل. وأنيا، شكرا يون. النقطة الثالثة تتعلق بالانفتاح على للإنترنت وعلاقتها بحرية التعبير. وبطبيعة الحال هناك قضايا تتعلق بالتدفق الحر للمعلومات والوصول إلى المعرفة. في الولايات المتحدة الأمريكية ضد سوبا وبيبا وأيضا أكتا قد تشرعت، وأيضا انتشرت وانتقلت هذه الحملة إلى أوروبا، والآن في البلدان النامية سواء كان هذا قبل أو بعد، هذه القضايا كانت دائما محل شاغل. كلوديو، ما لديك في هذا المقام؟ شكرا جزيلا. أود أن أبرز نقطتين وفكرتين. النفاذ إلى المعرفة والحركة المتصلة بذلك، وخاصة العلاقة بين حقوق المؤلف وحرية التعبير. وفي النهاية ولا سيما نحن الآن نتحدث عن المجال الإقليمي، وعندما قالت الإكوادور في بداية التهديدات أنها كانت قد
جهد هذا في منطقة وإقليم أمريكا اللاتينية. وأود أن أضيف استكمالا في حالة حقوق المؤلف وفي حالة الأرجنتين والبرازيل أنهما أهم بلدان في المنطقة، وهناك أيضا نص خاص حول المكتبات على سبيل المثال فيما يتصل بحقوق المؤلف. وهناك عار شديد عندما نتحدث عن المعرفة وإيجاد التوازن، إنها ليست قضية ذات، هناك نقطة أخرى تتعلق بأمريكا اللاتينية، وعندما نتحدث عن حقوق المؤلف وفي هذا الصدد نود أن نقول أمران. أولا أن أمريكا اللاتينية في السنوات الماضية دفعت دفعة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد نصوص أقوى وأكثر شرامة تتعلق بالشركات، وهذا إلى حد خاص يرتبط بما أشرت إليه FDA حتى الآن فيما يتصل باتفاقات التجارة الحرة، وأيضا يقود القضايا المتعلقة بحقوق المؤلف. ولكن وإذ فجأة كافة الأطراف المعنية أصحاب المصلحة المنخرطين في هذه المناقشات وحتى من الموقف الوطني أو الموقف الإقليمي، أعتقد أن أهم ما نتصل ونبرزه كيف قامت أمريكا اللاتينية جزءا من هناك مناقشة التي بي الأنتيلي والمكسيك وهما وبرو، وهم جزء من المفاوضات الجارية الآن التي لا نعرف على سبيل المثال ما يتم مناقشته حتى الآن. وأيضا المعلومات المتاحة الآن هي مقترحات أو تسريبات عن ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2011. وأخيرا من الأهمية بمكان أن نبرز موقف الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوضع، وهي قصة مختلفة تماما، وهي نقطة بلغة الأهمية والتي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تبرزها عندما نتحدث عن البلدان النامية. تشيلي مثل تشيلي أعتقد أنها فيل كبير في الغرفة، ولا نستطيع أن نترك الأمر كهذا. شكرا كلوديو، وأعتقد أن هذا شاغل لكثير من منظمات المجتمع المدني. نيك أستون هارت الذي يرتدي ويعمل في العديد من المناصب، ولكن الآن هو أطلب أن أستمع إلى وجهة نظر فيما يتصل بتحالف الاقتصاد الرقمي الدولي. أعتقد أننا نرى على نحو متزايد. أن الأمر يخرج عن النطاق، وهناك ازدياد في استخدام أدوات لإزالة الأدوات أو المادة المتعلقة بمثلا على سبيل المثال الـ IP
وأولويات السياسة مثل الاي بي والخطاب أو ما إلى ذلك. وأعتقد أننا ينبغي أن نتناول هذه القضايا على نحو منفصل. وأعتقد أننا نشترك في أن الإنترنت تقدم أفضل الخدمات لعدد أكبر من الناس بأقل تكلفة. وكلما زاد الاعتقاد بأن هناك مخاطرة في توفير النفاذ إلى مواد، أو أن بعض البلدان قد تسمح لبعض المواد بأن تمر عبر بلدها، أو أن اسم أو نظام اسم الدومين أو النطاق أو أجزاء من نظام التسمية يمكن أن يستخدم لمنع النفاذ إلى المادة، يجعل من الإنترنت معاقة على صعيد الأساسي المنصف. ومن ثم علينا أن نفكر في الخيارات بالنسبة للمحتوى. وأعتقد أنه يمكن من السهل أن نصل إلى نهاية، ويمكن أن ترى انتهاء بعض المراحل. أعتقد أننا ينبغي أن نفسر الأمر على نحو أفضل أمام صانعي القرار والسياسات، وأن أي القدرة وأن نتأكد من أن الإجراءات المتخذة داخل أي بلد من البلدان لا تتخذ على نحو يمكن أن يقوض الشبكة أو على قدرتها لتوفير الخدمات، لأن 40% لأن يكون الجميع مستخدمون للإنترنت. هذا هو شغلي الأساسي. هناك المزيد من الأسباب لكي نتدخل فيما يمكن للناس أن يقولونه، وأن نجد نقص في الإدراك للآثار التي يمكن أن تنجم عن أخذ هذا الطريق. السيد ستيوارت هانتل من التحالف الدولي للمكتبات، ما هي المنافع بالانفتاح أو النفاذ المفتوح للمعرفة العلمية على الإنترنت على وجه الخصوص؟ إن مداخلتي ستستند أو ستركز على مشكلة الاي بي التي نواجهها، وأيضا عندما نتحدث عن الانفتاح للحصول على المعرفة العلمية، من الأهمية بمكان أن نعرف أن المئات والمئات من الناس تستخدم المكتبات والمدارس للوصول إلى المعلومات. إذن فنحن نتحدث عن أعداد غفيرة يمكن أن تتأثر بالأطر التي ناقشها المتحدثان السابقا بالنسبة لنا، وبالتالي لمستخدمينا، فإننا نعاني آثار أطر غير متوازنة لحقوق المؤلف. أعتقد أنه لم يتم تحديثها بطريقة تسمح للمكتبات أن تؤدي ما عليها. هذا أحد الأمور التي نقدمها، حفاظها على التراث الثقافي وجعلها متاحة للجميع للمقالة الإخبارية ونقلها بين المكتبات للمناطق الريفية والنائية. على سبيل المثال حقوق المؤلف الآن لا تدعنا نقوم بهذا، ولكننا ننتقل إلى المزيد والمزيد من نظم التشخيص، ويفرض قيود على ما يمكن أن يفعله مستخدمون من أجل الحصول على المواد لم يستطيعون أن ينسخوا منها أو يطبعوها، وربما يأتون إلى مناطق ومسافات بعيدة لطبعها، وهذا يدحض
خدمة الإنترنت، ولكن أعتقد أنه ليس أمناء المكتبات الذين لا يستطيعون الداء بعملهم، ولكننا أيضا لا نستطيع أن نتشاطر هذه المعلومات التي يحتاجها المجتمعات، وأيضا ما يأتي من الناشرين، وأيضا وهناك أيضا نفقد الصحفيين من ذوي الجودة العالية، وفي النهاية المعلومات المتاحة هي ما نستطيع أن نتكلفه وندفع في مقابله. وأعتقد أن يكون من تلخيصا لهذا ما لم نحصل على إطار جديد ومحدث لحقوق المؤلف، في ختمة المطاف المستخدم هو الذي سيعاني، ونحن نعمل على هذا في منظمة الوايبو ومعاهدة حقوق المؤلف الدولية. وأعتقد أنه بعد 30 أو 20 عاما، ولتعتقد أن التراث الوطني لبلادك ينبغي أن يكون متاحا على الإنترنت، لن يكون كذلك. أعتقد أننا استمعنا إلى التكلفة الباهظة التي تفرضها نظم حقوق المؤلف للحصول على المعلومات. أستمع إلى باراكاش من مركز المجتمع والإنترنت، كيف يمكن للانفتاح أن يساعد ويدعم حقوق المؤلف أو حقوقنا؟ إن الإنترنت ينظر إليها بأنها سلعة عامة عالمية وفضاء عالمي، ولكن هل الآن هي مهيكلة لدعم هذا؟ في الوقت الحالي نحن نعيش في عالم القوانين الخاصة للعقود والحقوق الخاصة والإنفاذ التكنولوجي. الآن أعتقد أننا علينا أن نقول أن من لا يستطيع أن يفهم حقوق المؤلف التي تدخل في النظم الرقمية في الهند، هناك استثناءات لقانون حق المؤلف، ولكن الدي آر إم إس أنها تدعم لكي تدخل الآن في حق الموقع، ولكن أعتقد أنها تخضع لحمايات يوفرها القانون. ولكن الآن مجتمع التكنولوجيا الذي يضع المواصفات مثل HTML5 عليه أن يدرك استحواذ أسامي الدومين أو النطاقات تبين أن هناك سوء استخدام للدي إن إس، بأنه لا يوجد الآن مكان للتصدي لهذا منتدى الإنترنت، ينبغي أن يكون مكانا لهذا الأمر. في العام الماضي في الاي جي اف السابق لم يناقش هذه النقطة، ولكن أعرف أن هناك الكثير من القوانين في العالم يكون هناك انتهاكات لكثير من المواقع التي أغلقت في الهند، ليست بسبب الأمن الوطني ولكن بسبب حقوق المؤلف، لأنه لا ينظر إليها كقضية من قضايا حرية التعبير. إذن ينبغي أن نتأكد من أن الأطراف أو الطرف الآخر ممثل في قضايا المعروضة على المحاكم، وأيضا علينا أن ما يحدث في الهند أن هناك أمر عام، وكثير من المواقع القانونية التي لم تستضيف محتوى حقوق المؤلف قد أغلقت، وأخذت المحاكم وقتا طويلا لكي تدرك هذا. وأود أن ألقي الضوء لآلان شوارتز، وهو شخص أحترمه كثيرا. آلان شوارتز
انتحر بسبب الملحقة لأنه قام بإنزال كبير من جيستور. كان لديه نفاذ قانوني ولكن قام بإنزال كم كبير من المقالات، وكان هذا هو السبب في القضية التي رفعت ضده. إذن وهناك أيضا بعض الناس الذين يتعرضون إلى مثل هذه المضايقات، وهناك أيضا مجال للانخراط في الاحتجاجات السياسية بدلا من قضاء سنوات في السجن، وهناك مشكلة كبيرة. وأريد أن أقول نقطتين: إن مواد النطاق العام غير خاضعة ولا تكون جزءا من مناقشة حوكمة الإنترنت، بينما أن الشيء الجيد في نهاية هذا النفق المظلم هناك تبادل للكتب ومتاحة للمكفوفين، أصبحت ممكنة بسبب المعاهدة الأمم المتحدة التي أبرمت في مراكش في أوائل هذا العام، وهذا هو الجزء المضيء الذي أعلمه حتى الآن. شكرا جزيلا. أريد أن أضيف نقطة: أعتقد أننا في البلدان النامية نرى علاقات المتزايدة بين الإنترنت وحقوق المؤلف. هناك كشك صغير قد تعرض إلى القضايا بسبب أنه يقوم بطباعة واستنساخ بعض الأعمال، ورفعت ثلاثة شركات كبيرة ضد هذا المتجر قضايا بملايين الدولارات في جامعة دلهي. هل هناك أي أسئلة أخرى؟ أنا كريس وولفن من الولايات المتحدة الأمريكية، و كنت فقط أريد أن ألاحظ مناقشات اليوم على انفتاح وحقوق الإنسان، فبعد النقاط التي أثيرت أود فقط أن أقترح أن عملية حماية حقوق الفكرية والانفتاح وحرية الكلمة وغيرها وتعارض وازدواج زائف، ولا تتحدث على كل البلاد، لا تتحدث، لا أعرف ماذا يحدث في الهند بصفة عامة، لكن أعتبر مثلا تايم وورنر وبعض الشركات الكبرى التي تنتج محتوى عالي مثل CNN التي تتحدث عما يجرى في العالم، تعتقد في حرية الكلمة وتعتقد في حرية التعبير، ولا يوجد إذن أي تعرض في هذا. أنا أعرف أن هناك وجهات نظر في هذا الصدد وفي خط عملي وفي خطوط عملكم، وسيستمر إذن في أعمالهم، ولكن أردت أن أقول أن نحن جميعا نعمل في نفس المعتقدات، ونحن في الحقيقة في نبتغي نفس الغرض. كلاوديا، لو استجابة سريعة.
حقيقة أننا ضد عملية تقنين دعارة الأطفال. هذا يعني أننا نؤيد دعارة الأطفال، ونحن نفهم أن عملية الحقوق الأساسية هناك دائما الكلام بين أو الشد ما بين إذا حقوق الإنسان وبين الخصوصية وبين حرية التعبير، فهناك دائما الصراع بين الحركة والعنف، فهناك الكثير من الأشياء التي تحدث وحرية الكلمة. فهذا يعني كشركات لك تايم وورنر وغيرها لا تدعم حرية التعبير، ولا ديزني ولا السياسات التي يتم تطبيقها داخلا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي خارج الأرض. تقوم مثل USDR تقوم بإعاقة حرية التعبير. أنا أعرف أن هذه مساهمات هامة، وأشير أننا بخلفي على الشاشة التي على اليسار هناك بعض الأسئلة التي تم جمعها بخلاف عن طريق المشاورات، ولا أعرف إذا كان نستطيع أن نتناول جميعها، ولكن إلى لقى بيلي من ديناميك كوليس التحالف الديناميكي لحياد الشبكة، ويقول ماذا يجب أن يتم إقراره من جميع السياسة من أجل ضمان حركة حيادية الشركات الشبكة تعمل وكيف تسير. أنا حاليا أعمل كخبير في مجلس أوروبي وغيرها، وأعمل في أود أن أتحدث عن منتدى حيادية الإنترنت، وأود كذلك أن أتحدث عن ذلك. أن استطعنا أن نصل إلى بعض إجماعات الآراء، والتي وهو أمر كما نعلم أمر ليس بالسهل، واتفقنا على حقيقة أن الانفتاح والحياد أساسية، وأنها يجب أن يتم إذا تعزيزها من أجل حرية المعلومات. ولقد اتفقنا أن الانفتاح والحياد هي الخواص التي تجعل الإنترنت دافع رئيسي للتجديد، وكذلك أحد ممكنات حقوق الإنسان، ويسمح بحرية المعلومات والابتكارية. واتفقنا كذلك على في الوقت الحالي هناك تقنيات لإدارة الحركة تستطيع أن تؤثر على هذا الهيكل المحايد والمنظم، ويمكن تأثير سلبي على حقوق الإنسان. وهذا يؤدينا يأخذنا إذن إلى نقطة الإجماع، أن حيادية الإنترنت لا يجب أن يتم إذن تأثير عليها بأي قانون، ولكن من منظور حقوق الإنسان، لأنها موضوع حقوق الإنسان وهو حقوق المستهلكين، وهي قضية لها آثار واضحة على الحق لتلقي المعلومات واستخدامها داخل الإنترنت وعبر الإنترنت، وهي قضية سيلك أنها مردود على قدرة المستخدم النهائي كي يكون مستخدما نشطا للإنترنت ويتبادل المعلومات عن الإنترنت. وهذا بالطبع يأخذنا إلى النقطة الثالثة للاتفاق، وهي أننا في حاجة للحفاظ على حياد الشبكة، وأن نقوم بوضع الإطار لتقنيات إدارة الحركة وفقا لمعايير حقوق الإنسان، وهناك أدوات إذن لازمة لذلك، والتشريعات كيدة والأدلة على إيجاد إذن تشريعات تقوم بتعزيز الابتكارية والابتكارية وحقوق الإنسان، وتشريعات فعالة، وحتى نستطيع أن نحقق ذلك في لابد من عمل ذلك خلال عملية مفتوحة وشفافة، وأن مثل هذه العملية يتم كذلك أخذها من أجل نموذج
يتم إعداده بناء على عمل مجلس أوروبي، وإذن وتم تطويره من خلال إذن التحالف الديناميكي الذي قام بعمل عملية إعداد القرارات ووضع السياسات من أجل إعداد معايير من طريقة إذن منفتحة. هل تستطيع هذا لوكاس؟ هل تستطيع في 30 ثانية أن تقوم بشرح هذا؟ هل تستطيع بإيجاز توضيح أساسيات النموذج الذي تتحدث عليه؟ النموذج سيتم تقديمه غدا صباحا في عرض تحالف وسيتم عرضه على مجلس الوزراء في ديسمبر، وأستطيع أن أوضح نقاط أساسية، ولكن في هذه الحالة سأقوم بإفساد المفاجأة. لا نريد إفساد المفاجأة. إذا ربما أعطي إلى مايكروسوفت الولايات الأمريكية، ما ذكره لوكا هو أن في حاجة إلى أدوات لإدارة الحركة عن الشبكة. هل نستطيع أن نحل هذا من خلال أطر وطنية؟ نحن في حاجة إلى أطر عالمية. أود بداية أن أقول أنا لا أتعارض ما يقول، فأنا أتفق معه حول عمليات الحيادة على الشبكة، لكن سأقسمها إلى نوعين. النوع الأول ما يسمى بالحيادية الاجتماعية والسياسية، والثانية الحيادية التجارية، وأعتقد أن هناك فارق بين الاثنين. في الحالتين سيكون هناك ترتيب فني، وسأجاب على السؤال لأنه هناك في الحالتين هناك حل فني لتحديد ما هي أدوات إدارة الحركة المستخدمة، ولكن في الحالة التجارية تتحدث عن كيف يمكن للشركة أن تختار أن تعطي الميزات لنفسها في مقابل المنافسة والمستخدمين. وفي الجزء الأول نتحدث عن عملية الهندسة الاجتماعية وعملية إدارة الوصول، بحيث يتم إذن منع الأشخاص من التعليم ومن التوعية والمشاركة العالمية. والحلول لهذا ليست فنية، فأغلب هذه الحلول في الجزء السياسي، وبالتالي فعلى الشركات التي تعمل داخل البنية التحتية العالمية أن تعمل في إطار ما صالح وحقوق الحقوق الإنسان. فإذا نتحدث عن قضايا حيادية للشبكة بصفة عامة، فالمبادئ يجب أن تكون إذن واضحة وموصلة من جميع الأطراف المشاركة، وهذا يحدث على الأقل في العالم الغربي المتطور، ليس في نواحي أخرى من العالم، ولكن على الأقل يسري هذا. وسؤال هل يمكن إدارة هذا من ناحية الوطنية أو لابد أن يكون عالميا؟ وأنا أعتقد أن الإجابة هو الاثنين، فهو يتطلب ضغطا عالميا لفكرة عالمية لنتناول النواحي المعية السياسية، ولكن على أرض الواقع سيتطلب الأمر تشريعا محلي وتطبيق محلي للشبكات وأنظمة لإدارة الشبكات وأنظمة للرصد حتى نستطيع أن نقوم بتقليد الخطأ. أشكركما وأرى هذا محاولتكم لوضع إذن جزء الاجتماعية وجزء التنافسي من حال أخرى، لكن في الجلسة لا أستطيع أن أمتنع أن أتساءل إذا كان هذا سيكون تأثير سلبي على حرية التعبير. السيد لوكا، ربما لم يكن بوضوح، هناك تنافس كذلك مختلف. ما كنت أقوله أن من الخطأ مبدئيا أن يكون الموضوع فقط عملية التنافسية، فيجب أن نصل كذلك لإجماع الآراء. ألا توجد اعتبارات إذن في حرية التعبير إذا قمنا بفصل النواحي التنافسية مع النواحي
أخرى فقد عملية الانفتاح وعملية الإدارة غير التمييزية للحركة على النت، في نفس الوقت تيسر حرية الابتكار وحرية التعبير، وعندما تساهم وتدفع هذا تسمح بالابتكارية في الإنترنت، والأسواق سنجد المستخدم الذي فيهم مثلا يقوم بدعم الحرية وقد يعرف يوم وزن. ما نخاف منه بعض الأحيان أن قوانين من منع أو التحكم في التنافس قد تؤثر، وبالتالي يقال أنه يؤثر في نفس الوقت على حرية التعبير. في حالات كثيرة إذا كنت مهتمين بهذا لقد قمنا بتطوير بعض النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان في التقرير الذي قمنا بإعداده، وسيتم مناقشة هذا في الصباح غدا الساعة 9. إذا 9 تحالف ديناميكية حياد الإنترنت، ستكون جلسة مهمة. الآن سأنتقل إلى مالكم هاتي. مالكم يجب أن تساعدني يمثل لينكس، ولكن لست على ثقة ما يمثله هذا الاسم المختصر، ولكن أتحدث عن عملية المساءلة. المسؤولية القانونية، إذا ما تحدث عن حرية التعبير، فهل ما هي العلاقة حول هذا ما يحدث في العام الأخيرة، ولماذا الأمر انتقل إلى خلفية الأجندة بدل ما كان في مقدمتها؟ ومن ثم هل حققنا إذا أولوية؟ هل يجب أن نتشكك في هذا؟ فسأحاول إذا أنا أتوقع على قمة الأجندة، أنا في الحقيقة أنها أمر عنصري، فأنا أعمل مع لينكس. مالكم أنت وفي أنا أعمل فيها، إذا أنا شيرمان للجنة المسؤولية في أحد شركات توفير خدمات الإنترنت والمجتمع، فقد يعجبنا بعدم الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن البعض لهم إذا مهارات قانونية ليقوم بهذا، والشركات الصغيرة بصفة خاصة في موقف ضعيف، ولكن أود أن أقتنح أن هذا المجتمع أن الشركات بطريقة ما أكثر تعرضا من صحفي أو من يقوم بحملة خاصة بحرية التعبير، ففي بعض الأحيان من يريدون إلى امتلعهم في بعض حملات لأنه يريدون أن يصبح شخص مشهير، وهناك الشركات بعض التعاطف أحيانا، وبالتالي المشكلة ليس في هذه الحالات، ولكن عندما تكون هناك عقوبات مالية فالشركات تمتلك المال الذي لا يتوفر للأفراد، ومن ثم هذا من سياسات الشركات. وكذلك الشخص الذي يقول شيئا يعرف من ماذا ذكره أنه حقيقي، ف لولا الوسيطة لا تعرف ما تأتينا إلى الكلام الفج، وهذا قد لعكم هذا الشركة وقد يجعل هذا. إذن هل تريد أن توافق على هدف الشركة أم لا؟ فأستطيع أن أقول أن عملية الحماية إذن الوسيطة هم، إذا أودنا أن نتمتع بحرية التعبير فالقانون الأوروبي يقوم بتقديم بعض الحمايات ولكن ليست بالكاملة، وفي المملكة المتحدة هناك علاقة واضحة بين هي المجالات الأضعف، وحيث السلوك سون أكثر تحديا لنحاش كده، فمثلا القانون الفرنسي يقوم بحماية الأفراد ولكن لا يحميهم مثلا من عمليات حجب المعلومات، فهناك في المملكة المتحدة تجرى عمليات لحجب المعلومات من القضاء رغم أن الأمور لم يتم فحصها في الحقيقة قانونا في المحاكم، ولكن هذا انتهاك ولم نرى ما فيه، ولكن نقوم بحجب هذا على أي وضع. ومن ثم هذا عملية إذن
إدارة الإنترنت ليس لصلاحات عملية الاستضافة على الإنترنت، ومن ثم فهناك أسامي تهدد إن لم تقوم بهذا ستكون مسؤولة أمام الجهات القانونية، لأن المواد المنشورة قانونية إذا اتهمت الشرطة حقيقية، ولكن في الحالة ولكن هذا يحتاج إلى عملية إذن تبرير في المحاكم. فرأينا هذا العلاقة. أود أن أقترح عليكم في الختام أنه متى اقتربنا من عملية مراجعة المبادئ التي قد نقوم بوضعها في المستوى العالمي في الأشهر القادمة والأعوام؟ هل من الأفضل أن نقوم بالتأكيد على المبادئ العامة والتي توجد في المضمون العام؟ وإذا قمنا بقرارها على الإنترنت فإذا نسمح باستخدام، أم سيكون أكثر فعالية أن نقوم أن المستخدمين لهم القدرة على التمتع بالحقوق التي توفر لهم عن طريق توفير أكبر قدرات الحماية الممكنة على الوساطة وفقا لما يسمح به حينئذ؟ شكرا سيد مالكم. للأسف لقد تعدينا الوقت وهناك أشخاص أكثر القائمة، نود أن نعطي كلمة بإيجاز، وإذا كان هناك إذا بعض الملاحظات العجلة التي يريد أن يعملها أي أحد وقد لا قد لا يكون ممكنا، لذا الناس قد نود أن يرجى أن يكون التعقيب سريع. دقيقة سأقول بوصف موقف كان له موقف محلي، كان وصل دولي، وهذا قد أخذ من دقيقة، ولكن هناك إذا سؤال حول في باكستان عن تشريع الخاص عند فيسبوك ويوتيوب، تم رقم هذا يتحدث عنه كثير في المحاكم، إذا حالات جنائية والمثلة تماما. أن نلاحظه أن الشخص الذي سيعطي المضمون ليس كان الهدف، ولكن كان أعمال والمنصات الذين أصبحوا العاملين. أولا في الحقيقة أولا أنهم لم يتراقعوا، هذا الأول. رقم اثنين هو ما هي نتيجة هذا؟ فالشخص المذهب المحكمة وقال فنأخذ في قانون المسؤولية القانونية، وبدأنا هنا قانون للجريمة على الإنترنت، وهناك مواد جيدة، فكان يأتوا بعدم مسؤولية الدولية من خلال قانون نموذجي للاتحاد الدولي للاتصالات اسمه هيب كور. ألا أعلم كم يسمع، أعتقد بودابست ذكر أشياء أخرى، لا أعرف من سمع هذه القوانين. واحد في الكاريبي وواحد في المنطقة الدول الصحراوية، والجرائم الدينية جرائم عملية إذن كلام بالهرات الدينية يعتبر جرائم على الإنترنت، ومن ثم هذا مثير للاهتمام وتعريف فيما يقوم اسم باستضافة وغيرها، وكذلك مقدمو المعلومات وقدمو المضمون وكل الفرق من موفر كل هذه الخدمات. هو تبدأ من ناحية المسؤولية، فأنت غير مسؤول إلا إذا كان هذا جنائي، فإذا يديك حماية من الناحية الإجرامية، ولكن كل هذا أنت إذا كان أمر المحكمة. إذا لا توجد معايير، لا توجد قوائم لما يجب أن يتم حتى يكون يسبق أن أنت تخضع هناك فقط بأمر المحكمة، أنت فقط مسؤول قانونا. فهذا نوع من أفضل الممارسات الدولية التي ترسل إلى الدول الوطنية، ونحن أيضا لابد أن نحارب هذا. عندما أتى هذا قلنا هذا أن قانوننا أفضل بكثير، هذا إذا من الاتحاد الدولي للاتصالات، هذه القانون نموذجا لابد من تطبيقها. وفي الحقيقة بدأ، إذا أستطيع أن أقول أن هذا ما قمنا به لم نتبع النموذج الاتحاد الدولي للاتصالات، ولكن أردت أن أعطيكم فكرة أول ما هي الأعمال تدافع عنه والمبادئ التي نتحدث عنها، حرية التعبير والالتزام الدولي. واحدة من النقاط الأخيرة
من قام بتمديل هذه العملية الاتحاد الأوروبي؟ السؤال، هل هذا انتهاك لميثاق الاتحاد الأوروبي عملية تعزيز هذا الجرائم الدينية؟ هذا سؤال بالغ الأهمية. أنا أعتذر لكون لجميع من لم يحصل على كلمة منك، ولكن أريد أعطاك الملاحظات الأخيرة قبل أن أعطي الكلمة المقرر لإجازة الجلسة. شكرا. نحن أثناء الأسبوع منظم التشريعات في نيجيريا قام بقول أن أي شخص يعمل في مثلا أو يدير سايبر كافيه في نيجيريا عادة لابد أن يعرف أنهم مجرمين. والفكرة أن كل من يدخل داخل كافي رسمي لابد يسجل ليس فقط الاسم، اسم العنوان الشخصية، وكل هذا يتم حول قضية الوسيطة. وأغلب هذه السايبر كافيز ماتت نتيجة للتكلفة، ولكن هذا مثال كيف يمكن للوسيط يمشي ليس فقط من ناحية تعبير لك منه حالة اقتصادية مرتبطة. شكرا للمساهمة وتعقيبين مداخلات دي. واحد من مريم فرانكلين من التحالف الديناميكي للإنترنت، ولك الكلمة سيدة مريم. شكرا. هناك دقيقة فسأقول شيء واحد. أود أن أدعم أنا من المهم أن يكون جلسة تركز على حقوق الإنسان، وأود أن أشكر المنظمين لدفع هذا ودعوا عليه لأعوام هذا. بالطبع لابد أن أقول أن هذه أحد المدخلات. ثانيا هناك مدخلين آخرين إذا ميثاق حقوق الانترنت وهذا بالطبع علي توضح أن هذا ليس مشكلة حقوق الإنسان أو مبادئ، ولكن مشكلة حقوق الإنسان والمبادئ، فهي أي مختلفة ولكن ليست قبل الفصل. وفي المجلس الأوروبي هناك يتحدثوا عن حقوق، فهناك ذلك مبادئ للإنترنت وحقوق الإنسان، وهو الشخص من الاتحاد الأوروبي في هذا المنتدى. نرجو أن نستطيع أن نستمر بممارسات متعددة الأطراف حتى يستطيع الجميع أن يتحدث بالحرية ممكنة. وشكرا جزيلا لسمح لي نهاية أن نتحدث. شكرا. شكرا جزيلا ماريا. والآن جاي بوغار. شكرا. أود أن ألفت للنظر الحضور أو عملية التمويل قام بتخصيص لمجلس على المستوى يشمل رئيس الإدارية، ولأول مرة حرية التعبير تم الاعتراف بها كجزء حرك من أجهزة التنمية. وثم يقولون أن حرية التعبير لوسائل الإعلام تساعد على تعزيز التنمية ولها قيمها، وهذا يعني أنها وسيلة حد ذاتها ولهم هدف. حيث أقول الأشخاص لابد أن يتوسعوا بحرية التعبير، وأنه لابد أن تكون هناك وسائل إعلام مستقلة، فهذا أمر بلغ الأهمية وأثير أهمية أن الأهداف الأمائية للألفية وعملياتها وقد وعملية كسس مراجعة ويسس قد يكون لها إذا تأثير، وهذا ليس بالنهاية في هذا المقال. ولكن إذا كان هناك قضايا في حرية التعبير فالاي جي اف وعلى الإنترنت، فأن هذا أمر يسير على التوالي في عملية المراجعة. شكرا جزيلا. لقد وصلنا الآن للأسف إلى نهاية هذه الجلسة، وجوي أود منك أن تقومي بإيجاز ما قلناه. شكرا.
عندي 5 دقائق. شكرا. أعتقد نود أن أقوم بهيكلة الأفكار ليكو فيما يخص الأسئلة التي ذكرت في الجلسة، وأعتقد أنها تم مناقشة بطرف المسألة الأولاني. ما هي إذن أهمية الإنترنت في حقوق الإنسان في هذا العام؟ أعتقد أن هناك الكثير من أتت من كل مكان، أمريكا، أفريقيا، آسيا، أوروبا والباسيفيك. أهمية وتعقيد القضايا هي شاملة في حد ذاتها، ومن ثم بعض العناصر النقاط الأساسية متعلقة بالخصوصية، عملية الإغلاق، عملية الفلترة وغيرها، ليس فقط من أشكال الانتهاكات، ولكن هذه المجموعات المحددة التي تتأثر بهذه الصحفيين، مدافع حقوق الإنسان، مدافع حقوق المرأة، المدافع حقوق الجنسية. ونرى أن هذا ليس فقط قضية لمجموعة محدودة من يحتفظون بهذه الحقوق. وفيما يخص الاعتبارات الرئيسية، questions about what is working well to promote human rights and freedom of expression. عندما نتحدث عن حرية التعبير وما يتعلق بها من تحديات، فالبعض منكم ذكر عن التنوع الكبير من الطرق التي استجد بها الحكومات بالتشريعات، وهناك تنوع كبير في جودة البعض. مثلا هناك اتفاقية بودابست، حيث البعض لا توجد حمايات في القوانين، ونرى هناك تباين كبير من المناقشات في أنواع التشريعات. وفي نفس الوقت البعض تحدث عن قضايا لها إذن مثلا تشريعات جديدة. وفيما يخص النواحي السياسية الخاصة بالوصول للإنترنت كحقوق إنسان، فنحن مثلا في أوروبا هناك قوانين جديدة تشير إلى عملية إعاقة الإنترنت والتداخل مع حقوق الإنسان. فنحن في حاجة إلى حالات جديدة، ونركز على الإنترنت بعد كذا. كان المدخلة تحدث عن هذا الصراع بين الحقوق والحرية، الملكية الفكرية وغيرها، والحاجة إلى تفاهم أفضل لكيفية يمكن وزن هذه الحقوق مع بعضها البعض. وكان هناك مناقشات كذلك عن كيفية هناك أدوات جديدة تظهر لأنواع من الانتهاكات غير مسبوقة، وأنواع جديدة مثلا متنصت وغيرها، وعملية توضيح كيف يمكن كم تفاعل المجتمع بطرق عدة. لقد كذلك كان عندنا جزء كبير من التحليل لقضايا حقوق الإنسان وأن الارتباط بالمنطقة الأفريقية وقضايا البنية التحتية في أفريقيا وطرق جديدة. وأعتقد أن استجاباتي لهذه الأمور تم، ومن ناحية نكسس وبين إذا الحقوق وبين عمليات التطوير، فأعتقد أن هذا مشترك في كل المناقشات. كيف نستطيع أن نربط الانفتاح من معايير الإنترنت مع هذه الرغبة في التقييد على أونلاين، وهل هي لازمة، وهل هذه الحقوق إذا الانفتاح، وهل هناك قيادات في مجالات جديدة مثل حيادية الشبكات، وربما هناك طرق جديدة. المعايير الفنية يمكن أن يتم صياغتها لضمان الالتزام بحقوق الإنسان وبالتصميم إذا قلنا في بعض هذه القضايا. أعتقد أن هذه هي النقاط التسعة التي أردت أثرها. شكرا جوي.
كنا نأمل أن يكون هناك 20 دقيقة أو 30 دقيقة لمناقشة ما تنجم عنه هذه الجلسة. كنصيحة الاي جي اف أو خلاصاته لمتابعة هذه الجلسة، إلا أننا مما يؤسف له أننا تجاوزنا الوقت. أود أن أتقدم بجزيل وعميق الاعتذار لبضع أشخاص الذين قاموا بالتحضير بالفعل، ومن ثم أعتقد أن الجميع هنا إذا كان لديكم أي فكرة حول المضي قدما بمناقشة ما يتعلق بحقوق الإنسان في إطار الاي جي اف أو اي جي اف، يمكن أن يعطي أي نوع من النصيحة إلى مجلس حقوق الإنسان، أرجو ألا تترددوا وارسلوها لنا حتى نستطيع دمجها. شكرا جزيلا، لقد تحليتم بالصبر، وأشكركم على الإنصات ونيابة عن كارول وجوي وأنيا وأريك والأصالة عن نفس. شكرا على المراقبين من الخارج، وأيضا لمن تفاعلوا معنا بتويتر. شكرا على الإنشاط والمشاركة. إذن فهذا كل ما لدي سيادة الرئيس. أعتقد أنني أقول كخلاصة، هل نستطيع أن نختتم أننا اتفقنا على مواصلة الحوار؟ أعتقد أننا أمضينا جلسة بناءة للغاية التي دارت حول الانفتاح وحقوق الإنسان وحرية التعبير على الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات. أعتقد أننا حاولنا أن نتناقش في جوانب متعددة المشاكل الإلكترونية. 50 متحدث ومدخلة، وسنأتي أيضا نقول إنها مناقشة غير منتهية، ونأتي المجال للجميع والإسراع ببلوغ أهدافي الإنمائية الألفية، وذلك باستخدام التفويض الدولي. وشكرا جزيلا، وأسعد الله مساءكم بكل خير.